مشاهدي الكرام، سنة 2016 وقف رئيس الجمهورية على أنقاض مدينة الرشيد القديمة معلنا أنه يجب كتابة تاريخ هذا البلد، وبناء على ذلك فإنه قد تم إنشاء لجنة وطنية أو لجنة من المؤرخين والمشغلين بالهم التاريخي لهذا الوطن من أجل الحرص على كتابة تاريخ هذا الوطن، كتابة تاريخ هذا الوطن من أجل خلق مظلة وطنية تنشئ وتؤسس لمواطن موريتاني يمد يده لأخيه ويعيشان معا في وطن واحد، يبنيانه معا ويعيشان معا همه. لنقاش هذا الموضوع استضفنا لكم مشاهدينا الكرام كل من السادة الدكتور محمد إسحاق الكنتي، دكتور وأستاذ بجامعة نواكشوط سابقا، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. طبعا كذلك الأستاذ الدكتور النامي الصالحي وهو المحافظ الوطني للتراث، أهلا وسهلا بكم. كذلك معنا الدكتورة تربة منت عمار وهي أستاذ تاريخ بجامعة نواكشوط العصرية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كذلك معنا الدكتور الأستاذ بتار العربي وهو منسق ماستر تاريخ بجامعة نواكشوط العصرية، أهلا وسهلا بك. أنتم مشاهدينا الكرام ضيوفنا الأول، نأمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة وتنال إعجابكم. قبل أن نبدأ بنقاش هذا الموضوع نبقى مع العنصر التالي. الأبعاد التاريخية لماضي الإنسان بصورة عامة تشكل أبرز المميزات التي يتسم بها الوجود الإنساني، لذلك نجد البشرية قد سعت منذ القدم إلى تدوين ماضيها من أجل الحفاظ على تراثها وأخذ العبرة منه. منجزات الآخر بطبيعة الحال قاعدة هامة لكتابة تاريخنا، لكنها لا ترقى في الواقع إلى الموضوعية المطلوبة، ومن أمثلة ذلك لا على سبيل الحصر ما كان غائبا أو ما سطرته سواعد أبطال المقاومة من بطولات أعطت انطباعات تاريخية قوية عن شخصية هذه الأمة ورفضها للاستكانة والرضوخ. إذن آن للمؤرخ الموريتاني أن يرفع سقف التحديات التي تواجه كتابة تاريخ البلاد، وعلى وجه موضوعي وبنفس موسوعي لربط المجتمع بواقع الهوية والشخصية العربية والإفريقية في حقولها التاريخية والإسلامية المشتركة. إن إعادة كتابة التاريخ لا تعني أكثر من إخضاع ماضينا المجيد إلى معاول العصر، واعتبار هذا الماضي ماذلاً بيننا نعيشه ونطعمه من الواقع، ونؤسس به تعاملنا مع الآخر، ونؤسس به تاريخاً مجيداً يجمع هذه الأمة ويبني الحاضر والمستقبل. شكراً لزميلة عائشة سيدي عبد الله على هذا التقرير، ودكتور اسمع التقرير. شكراً. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أشكر التلفزة الموريتانية على هذا الموضوع المهم بالنسبة للموريتانيين كلهم، وأعتقد أنه يدخل ضمن إطار نداء كما نوهتم لنادى به فخامة رئيس الجمهورية لكتابة التاريخ. وأشكر أيضا وزارة الثقافة على الخطوة اللي أخذتها لتنفيذ هذا النداء. نعتقد أن كتابة التاريخ أنها مسألة مهمة للأمم وللدول، لأن كتابة التاريخ مشروع وطني كغيره من المشاريع الوطنية، لأنه يؤسس لكيان ممتد عبر التاريخ وله فعل في هذا التاريخ. هذا كتابة التاريخ لها هدف تربوي وهدف تعليمي. هدف تربوي تجعل هذا النشأ مرتبط بالأرض، ومسألة الأرض في التاريخ مسألة مهمة، لأن التاريخ مرتبط بالمكان، حدث يحدث في مكان، وذاك المكان مهم حين نتحدث عن التاريخ، لا بد من نربطه بمكان. هذا المكان اللي يسمى موريتاني يحتاج إلى أن نكتب تاريخه، ونكتبه منهجية وبطريقة لا يتخلي الموريتاني يقول بينه وبين نفسه ويقول هالفوق لو ما كنت موريتاني أراني تمنيتني نعود موريتاني. هذا هو الهدف الأسمى، أن نكتب التاريخ، نخلو الموريتانيين على معرفة دقيقة بتاريخهم، بأجدادهم. أجدادهم ذوك ما هم الأجداد اللي قريبين منا، ما قبل التاريخ، العصر الحجري، حد كامل كانوا موريتاني من أيام العصر الحجري ذاك نحسبه من أجدادنا لأنه ينتمي لنا وإحنا ننتمي له. بالتالي يشعر الموريتاني لأنه عنده أصول وعنده جذور ضاربة في التاريخ، وأنه أسس حضارات هناتي، وأنه عنده فعل في ذا التاريخ سواء غرق
والله قديما. هذه هي أهمية كتابة التاريخ. إذا جانب التربوي، جانب التعليمي. الأهمية الأخرى ولا تقل عن هذا هي تأسيس هوية جامعة. منين نكتب تاريخنا؟ كل واحد منا لا يجبر فيه مكانته اللائقة به، وكل واحد منا عنده فيه مكانة حقيقية، وعنده فيه فعل حقيقي، وعنده فيه وجود حقيقي، وبالتالي لا يتعود عندنا هوية موريتانية تجمع الموريتانيين كاملين، وبالتالي هذه الهوية الموريتانية لا يتعود هي الغذاء اللي لا بد منه للوطنية، ونحن فعلا نحتاج إلى أن نغذو هذه الوطنية. وأعتقد أن هذا المشروع لبنة مهمة في تغذية الروح الوطني لدى الموريتانية. يعطيك العافية سيد محافظ فضل. شكرا جزيلا. وقال من هذه الحيثيات اللي تكلم عنها الدكتور بشكل دقيق هم بالفعل الحيثيات اللي أدوا لانطلاق هذا المشروع. عمليا بالفعل كامل بالفعل انطلق لما نادى فخامة رئيس الجمهورية بأن يا الله تنكتب التاريخ، نادى بها مولي في مكان له تاريخ ويخلع عنا ما معروف. هي الفكرة مدينة الرشيد هي المدينة في موريتانيا اللي تعرضت للأسلحة الثقيلة وكانت فيها مقاومة جبارة. يعني هذا المكان اللي يخلع عن الموريتاني ما يعرفوه في التاريخ هو منطلق فكرة بأننا نكتبه التاريخ، نكتبه احنا بيدينا التاريخ. لذلك معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الأستاذ سيدي محمد بن محا قدم منذ أسابيع بيان في مجلس الوزراء حول هذا المشروع، وهذا المشروع كيف اطلق له الدكتور بإسهاب وبشكل دقيق هو فنيا عبارة عن مشروع لا هي قبل ياسم الوقت يقر راجين إن شاء الله بأنه يكون مصب العجلة ويكون صوه باحثين يعرفوا شن هي جميع مراحل تاريخ موريتانيا بالضبط منذ بداية وجود البشرية على هذه الأرض إلى اليوم، تاريخها في فترات ما قبل التاريخ، وتاريخها في الفترة القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة، وما يرتبط بالتاريخ، كل ما يتعلق بالتاريخ. هناك في العلوم الإنسانية والأساتذة قد عدوا أدرى هناك علوم مرتبطة بالتاريخ اللي هو علم الآثار وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الجيولوجيا، هذه كلها علوم مرتبطة بكتابة التاريخ. لا بد زاد من اللي هي يعرض لها يعني نقوله تقريبا في الجزء الأول من هذه الموسوعة. هي موسوعة مخصصة لتاريخ موريتانيا غير ما يدعو التاريخ مفتوح، لا بد حيثيات العلوم كاملة اللي مرتبطة به واللي مرتبطة بالأرض الموريتانية زاد الملية تنعطى عنها فكرة. الإنسان ولد وترعرع والحضارة البشرية ولدت وترعرعت واندثرت في حيز جغرافي وفي حيز بيوتوب معين بيولوجي وهلما جرى، هذا لا بد تتعرض له، لا بد تتعرض إذن الإثنولوجيا كعلم مساعد والإثنوغرافيا كعلم مساعد، عدة علوم مرتبطة بهذا، الأنثروبولوجيا الثقافية والأنثروبولوجيا البشرية، هذه كلها علوم مرتبطة بهذا العلم اللي متباركين معاه الليلة في إطار موسوعة التاريخ الموريتاني. إذن منهجيا لا يعود فهم بالفعل سياق عام، سياق طبيعي وعلمي وبيولوجي وفني للأحداث التاريخية اللي عرفتها موريتانيا. هاي الأحداث التاريخية جميع الدول تأسس مؤسسيا المشاريع تاريخ لها وتكلف بها قاع مؤسسات، تعد مؤسسة دائمة قارة ثابتة لكتابة التاريخ. بها لأنه التاريخ ينقح والتاريخ يطرأ فيه أفكار جديدة والتاريخ يكتشف فيه آثار جديدة ويكتشف فيه معلومات جديدة عبر مخطوطات جديدة ويكتشف فيه معلومات جديدة عبر تقاليد ومرويات.
يعني نقول لكم في هذا الإطار علن بالفعل فهم التراث الشفوي وفهم العادات والتقاليد هذه كلها مرتبطة بتاريخ موريتانيا، لا بد يعرض لها منهجيا في هذا العمل الذي هو عمليا بإذن الله تعالى. اللجان المكلفة بهذا العمل لا تبدأ نشاطها وهي موسوعة، معناها موسوعة أبجدية، وكل ما انجز مجلد ينتشر يا غير، مع ذلك مولي فهم بوابة إلكترونية مفتوحة وتغذى مع الوقت هاي البوابة. ما احنا ضارك الإجراءات الإدارية لبداية هذا العمل، لكن هذه البوابة لا تعود تغذى مع الوقت، وكل ما انجز مجلد كل ما انتشر. نتوقف هنا. يعطيك العافية دكتورة تربة. بسم الله والسلام على النبي العربي الأمين. شكرا جزيلا قناة موريتانيا على الاهتمام بهذا الموضوع، والشكر مرفوع إلى فخامة رئيس الجمهورية اللي احنا بعد كأساتذة في قسم التاريخ والحضارة بجامعة نوشط العصرية نعتبر أنه عادل اعتبار على الأقل لتخصص تاريخ، لأن دعوة رئيس الجمهورية لكتابة التاريخ لا هي تلفت انتباه ناس لقيمة هذا العلم اللي قسمه ابن خلدون من الفني إلى العلمي إلى الحكمتي، فيما قلت ابن خلدون المشهورة اللي قال أعلن تاريخ فن عندما تتسابق إليه الجهلة والسوقة والهوات من أجل سرد أحداث أو بطولات، وعندما نتجاوز ذاك إلى مستوى أكثر عمق يتحول إلى علم، وعندما نستنتج من الأحداث التاريخية قراءات جديدة يتحول من علم إلى حكمة اللي هي أرقى معاني العلم. إذا معناها أن شاكرين وبعد هو على الاهتمام بهذا، ومن خلال أيضا شاكرين وزارة الثقافة، وزير الثقافة نشكره لأنه دارنا في لجان مهتمة بهذا الشأن، ودعاونه مولي سانتر المحافظ طبعا كان منسق حاضر، ودارونا أمام مسؤولية كبيرة وهذه المسؤولية طبعا احنا تأخرنا شوي فيها مقارنة مع بعض الدول، لأنه هو كتابة التاريخ هم اهتمت به النخب في المجتمعات الغربية والمجتمعات العربية والمجتمعات الإفريقية، ونعكس لأن فيه واحد مفكرين المغاربة ينقالوا عبد الله العروي قال إن القارئ المعاصر في الدول العربية يتيه ما بين إما مؤلفات التاريخ الأقدمون سيجد مناسبات، سيجد تخريج شخصيات، كتاب التاريخ كتبه منتصرون وملوك، شعر مناسبات، عادات تقاليد خرافات. عندما يرجع إلى الرسائل الجامعية يجد في الدول العربية يتيه ما بين إما مؤلفات التاريخ الأقدمون سيجد مناسبات، سيجد تخريج شخصيات، كتاب التاريخ كتبه منتصرون وملوك، شعر مناسبات، عادات تقاليد خرافات. عندما يرجع إلى الرسائل الجامعية يجد مجهود في الدول العربية يتيه ما بين إما مؤلفات التاريخ الأقدمون سيجد مناسبات، سيجد تخريج شخصيات، كتاب التاريخ كتبه منتصرون وملوك، شعر مناسبات، عادات تقاليد خرافات. عندما يرجع إلى الرسائل الجامعية يجد مجهود كبير طبعا عنها ليت تعدد المصادر كما ذكر المحافظ الشفوي، تاريخ مهم يقير ملغوم مليء بالذاتية وبالعدم الموضوعية. إذا معناها تعدد مصادر التاريخ وتنقيتها وتنقية المراجع التاريخ هي التي تجعلنا نقوم على أسس ثابتة، أسس ثابتة هون هي الأسس الوطنية التي يجد كل مواطن فيها ذاته. تكلم نمشي بالأسس الثابتة. اشترك دكتور بطار. بسم الله. أنا أيضا دوري أشكر التلفزيون على هذه الفرصة، وأود أيضا في البداية أن أنوه بهذا المشروع بهذا القرار، أنوه به أولا كمواطن موريتاني يهتم
بتاريخ بلده، يعني يعتز بأن يكون للبلد تاريخ. ثانيا كأستاذ تاريخ متخصص في المجال. وثالثا كأحد أعضاء اللجنة المكلفة بهذا المشروع الكبير. لكن أنوي به أكثر لأني أرى مشاكل في التعامل مع التاريخ، خاصة في توصيل للأجيال بأن التاريخ الموريتاني عريق. أحيانا ترتبط العقلية عقلية الأجيال الموريتانيين بتاريخ ليس عريقا، ليس قديما يعني. وهذا هو أشار إليه الدكتور إسحاق كنتي، وهو أنه التاريخ هناك مراحل، هناك ما قبل التاريخ قبل أن يكون نشيء نأتي للتاريخ، وهناك ما قبل التاريخ، ثم هناك ما سميته أحيانا يسميه البعض قبل التاريخ، وأنا أسميه قبيل التاريخ، يعني الإطلالة على التاريخ، التحول من التاريخ آخر مرحلة من ما قبل التاريخ حتى الدخول إلى التاريخ، يعني إطلالة من ما قبل التاريخ إلى التاريخ، ثم ندخل إلى التاريخ وفتراته سواء كان قديما وسيطا معاصرا حديثا أو معاصرا. لكن هناك مسألة مهمة وأساسية في ما يعني كتابة التاريخ، وهي أولا، وهذا أذكره من باب التجربة، يعني أن التاريخ الموريتاني تم التعامل معه بعدم التجرد من ما يمكن أن نسميه العقد الاجتماعية، يعني كتب وهناك من كتبه أو من كتب بعض المواضيع كان يحس ببعض العقد الاجتماعية، يعني خلينا نكون موضوعيين، وهذا طبعا أثر على ما تمت كتابته. ثانيا لم تكن هناك موضوعية بالمعنى المفهوم أو العلموية أو التجربة العلمية الكافية لكتابة ما تمت كتابته، ذلك لأن هناك نقص في ما تطرقت إليه الدكتورة تربة في المصادر، فالمصادر متنوعة ويجب التعامل معها، لكن لا يمكن التعامل معها إلا إذا تساءلنا ما الذي كتب، لماذا كتب، ما علاقة الكاتب بما كتب، يعني ما علاقة المؤلف بالمؤلف، لماذا كتبه، ما أسباب كتابته، ما المصادر التي اعتمد عليها، هل هذه المصادر معاصرة أم مراجع. هناك مشكلة تطرح لبعض الباحثين، وهي التفرقة بين المصدر والمرجع وأولويات التعامل مع المصادر، سواء كانت أثرية مكتوبة أو شفوية، وكيف نتعامل مع هذه في إطار فتراتها الزمنية المتزامنة أو المعاصرة معها، لأنه حتى وإن كانت هناك ما نسميه بالعنعنة في التاريخ قديما أو في الحديث، فلم يأتينا في العصر الحديث أو المعاصر من شاهد ما قبل التاريخ أو شاهد الفترات القديمة، وطبعا تحدث لنا بشهادة بأم عينه وتعتبر شاهد عيان، وإنما هناك عنعنة يجب أن نوقف عليها، ووقف على المتن حتى وعلى ما كتب، وعلى حتى الذين أخذوا عن فلان ما علاقتهم به، كيف نقلوا عنه، وهل ما نقلوا عنه صحيحا أم خطأ. أتي لأقول بأن المشروع مهم في إطار كتابة تاريخ كما تطرق إليه الأخوة وطني. هذا التاريخ طبعا يحتاج إلى الكثير من التخصصات، ليست فقط في مجال التاريخ كما ذكر المدير، فهناك مجالات كثيرة، سواء كانت مجالات تاريخية بحتة أو كانت في علوم مساعدة كعلم البيئة ذات الصلة، يعني ما نسميه بالعلوم المساعدة كعلم الآثار، علم الأرض والجيولوجيا وغيرها، كل هذه تدخل في إطار التعامل مع حضارة البشرية، حضارة الإنسان مع تاريخه، لأنه طبعا لا يمكن أن نتحدث عن تاريخ إنسان أو تاريخ مجتمع بدون مكان أو جغرافيا طبعا تطور فيها وتعامل مع بيئتها. راه الحوار مفتوح، ممكن أسمع عبارة قالها زميل وكلمة اختاري استوقفوا فيها يناقشوا فيها، مفتوح الحوار. لكن قبل أن نستني بالحوار مرة أخرى نتابع هذه المقابلة. مهم لأي مجتمع هو حافظة كيان كل مجتمع وكل مكون اجتماعي. ما يخص المجتمع الموريتاني والله الدولة الموريتانية عندها طابع خاص في الماضي والحاضر في تاريخ مرحلة من المراحل، هي حافظة على جانب التاريخي من ناحية ثقافية ودينية، وبالتالي
ما 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 الى عدة مرحلة مناطق معينة من 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 مهد الحضارة الإسلامية شهدت انحطاط في الحيز الجغرافي اللي ينقال موريتان والله بلاد المليون شاعر والله بلاد الملثمين حافظة على ذلك الموروث الثقافي كما كان في العصر الذهبي. ظل الدولة العصرية والله ظل الدولة الحديثة بعد مجيء الاستعمار هناك كيف كل دولة وكل مجتمع كتابة للتاريخ. كتابة التاريخ من خرص التاريخ هو كل ماضي تاريخ بحد ذاته، ولكن الحدث التاريخي عنده تقييم يخضع لعناصر علمية تحتاج من الباحث أنه يتجرد من عواطفه وميوله الذاتية. لكي يكون الحدث التاريخي تاريخيا لابد من أن يخضع المسائل علمية. بالتالي فإن المجتمع الموريتاني ككل ساهم في الحدث التاريخي فإن ينقالوا المقاومة فإن ينقالوا الثقافة الجامعة للمجتمع الموريتاني. ذاك الأساس الذين كتبوا التاريخ في ذيك المرحلة يقدروا يعودوا مثلا ما تنقصهم العامل المسائل الفنية العلمية خاصة. ذاك الأساس عقلية المؤرخ اليوم ما هي عقلية المؤرخ الذي كتب أولئك الذين كتبوا التاريخ بعد الستينيات. وبالتالي بما أن الحضارة شهد تطورا والعلم شهد نهضة قفزة كذلك فإن شح المصادر ذيك الساعة مات له حالا. بالتالي المادة العلمية أصبحت موجودة. ذلك الأساس ما كتبه المؤرخون الغربيون والله المستشرقون الغربيون والباحثين الغربيون والله الآخرين من العرب والأفارقة ينبغي كذلك على المؤرخ الموريتاني اليوم والباحث الموريتاني اليوم أن يأخذ ذيك المادة جميع المواد ويأخذ منها الجانب العلمي. بالتالي الذين قالوا أبطال المقاومة ذيك الساعة يقدروا يعودوا شح المصادر ذيك الساعة أقليل غيرهم مضافين لهم واحدين آخرين يعرفهم جميع مناطق موريتان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور سمعت تعليق هذا الأخ وهو من رابطة بطولات تخليد بطولات المقاومة، لكن قبل الرد عليه إذا عندكم عليه رد، هو الهدف من هذا هو أهداف تربوية علمية طبعا ومجتمعية ووطنية بصفة عامة. يعني كيف يمكن خلط هذا كامل وخلق من تاريخ يستوعب المواطن ويفهم؟ ما هي الآليات بنظرك؟ طيب هو لابد من خلط هذا كامل ليقعد عندنا تاريخ مكتمل، لأنه هو يسمى التاريخ العام. ما هو التاريخ السياسي ولا هو تاريخ أحداث، هو تاريخ عام بمعنى لكل ما حدث على هذه الرقعة اللي نسميها موريتانيا اليوم عبر التاريخ، من أحداث من وقائع حتى تاريخ النباتات في موريتانيا. كنا نكتب تاريخ النباتات، بالتالي هو كل شيء يتعلق بهذه الأرض هو اللي يلا يكتب تاريخه. لكن هناك سؤال أو موضوع أثرته دكتورة حول المصادر، وهذه مسألة مهمة وأعتقد أننا نحتاج أن نناقشها. المصادر اللي يعتمد عليها أي مجتمع تعود إلى ذلك المجتمع. إحنا مجتمع ثقافة شفوية، الثقافة الشفوية يمرق منها الأصبع لأن ننظر لأشياء ما تنتمي لنا أصلا. هذه الأمة الإسلامية بدأت بثقافة شفوية، وبالتالي أصلت شيء سماته الرواية، ضبط الرواية، الرواية تضبط والتعديل والجرح. إذن الشفاهي ما هو أقل أهمية من المكتوب، لأنه اللي مكتوب يسمى الوثيقة التاريخية. الوثيقة التاريخية دي تعود مكتوبة ودي تعود آثار، لياك يستفيد من المؤرخ لا بد من أولها. تدخل في باب التأويل، لما تدخل في باب التأويل أصبحت هيك الدقة اللي تنسب لها أصبحت نسبية. الرواية أيضا ذاك اللي فيها من الهنات منين يتم ضبطها حسب القواعد اللي تعرفوا عليها المسلمين تصبح قيمتها كبيرة. إذن هذه المصادر اللي مكتوبة عندنا والمصادر الشفوية، أنا ظهر لي لنا يالتنا نهتم بمصادرنا الشفوية بما يتعلق على الأقل بتاريخنا الحديث والمعاصر، لأن هذه هي اللي تنتمينا.
وهي اللي أيضا يمكنها أنها تفهم طبيعة المجتمع وطبيعة ما يدور في المجتمع. الوثائق المكتوبة، وعادة لما نقول الوثائق المكتوبة تذهب أذهان الناس إلى ما خلفه الكتاب الفرنسيون اللي جاءوا قبل الحملة الفرنسية واللي رافقوا الحملة الفرنسية، الضباط ووكلاء الإدارة اللي كتبوا مذكراتهم واللي كتبوا تقارير. نختار هون نبين أن ذا ما هو تاريخ موريتانيا ولا له علاقة بتاريخ موريتانيا. هذا تاريخ الحملة الفرنسية على موريتانيا، لأن الموريتاني يظهر فيها في علاقته مع الفرنسي، ما هو بصفته موريتاني موجود في وطنه باني حضارة باني مجد عنده ثقافة، لا، في علاقته مع الفرنسي يعني دونية. طبعا بكل تأكيد علاقة المستعمر بالمستعمر، وبالتالي يتم توظيف ما يخدمه هو، هو يكتب ذلك التاريخ لنفسه، لأنهم ذوك اللي جاءوا سابق الحملة العسكرية كانوا مهم عندهم يعرفوا ذا المجتمع بما يفيد الاستعمار، وذوك اللي كتبوا لما كان الاستعمار موجود كان مهم عندهم يبرروا عملية الاستعمار ويكتبوا بطولات ضباطهم ويذكروا ذيك الروايات اللي خاصة. إذن هو تاريخ فرنسا في موريتانيا، ما هو تاريخ موريتانيا، وبالتالي نقبضوها بشيء من الحذر، إذا ما قلنا بالكثير من الحذر. المسألة الأخرى المهمة هي الحفريات. نحن نحتاج إلى أن نقوم بحفريات، لأن في حضارات قامت على هذه الأرض وحضارات كبيرة ومهمة لا نقد نوصل لها إلا عن طريق الحفريات، والحفريات أصبحت تقنية معروفة ووسائلها معروفة ولا بد لها من صرف، وصرف اللي تتكلف به معروف ما هو قاع أكبر من قده حتى. إذا لا بد أن من حفريات، لا بد أن أيضا من الأرشيفات. ما هو أرشيف اللي عندنا إحنا هناتي فقط؟ أرشيفات اللي في الدول الأخرى. إحنا جاتنا هناتي حملات من البرتغال، عدلوا حملات في جزيرة حضارقين وكانوا يستعبدوا الموريتانيين، كانوا جو يصطادوهم مثل ما جي الناس تصطاد الوحوش كما حصل في شواطئ السنغال بالضبط، وفي شواطئ غرب افريقيا كامل، ومدينه ودان جاءت الحمل. اذا بالضبط، اذا الارشيف البرتغالي يلا خلينا نهتم به. من ضمنها انا قريت كتاب عن هذا، مترجم عن هذا الموضوع، انه فيه واحد من ذوك الموريتانيين اللي استعبدوا ادخل الكنيسه وعاد في السلك الكنسي. ذاك الموريتاني منين نمشوا نلودوا تاريخ وندوروا نجبروا ذرك، لأن الكنيسة توثق رجالاتها، ومنين نمشوا نلودوا وندوروا نجبروا موريتانيين من أصل برتغالي، وذي رواية مهمة وصولهم موريتاني برتغالي وصولهم موريتاني. إذا نهتم بالأرشيفات في الدول الأخرى، يدوروا الأرشيف مولي طبعا موجودة الأرشيفات موجودة. قصدي إعلان المصادر ما تعود أنها هي المشكلة، يا غير نعرفوا كيف ننتقاو منها، منين يعود هدفنا واضح. نرجع له من البداية، هدف تربوي علمي، إحنا هدفنا أن نبني تاريخ لوطننا يجعلنا نعتز به، وفعلا في ذا التاريخ ما يخلينا نعتز به. الدول اللي قامت هون، إمارات اللي قامت هون، الإمبراطوريات اللي قامت هون، كبير إمبراطورية غانا قامت هون وعرفت رقيها وازدهارها هون، هي كانت ينقالها إمبراطورية الذهب، الذهب كان هون، تجارة الملح إحنا هم اللي كنا مسيطرين على هذه المنطقة، وكانت مهمة تجارة الملح، الملح معدن الملح. منين أنت تمشي للأماكن اللي يستخرج منها الملح تجد أن الموريتانيين هم اللي كانوا مسيطرين عليها، وهم اللي كانوا يوردوها في كل الصمغ العربي إلى غيره. هذا لا بد من ندخله في تاريخنا، هذا التاريخ الاقتصادي، تاريخ الاقتصادي ما هو تاريخ سياسي فقط. كدولة المرابطين تأسسته، ودولة المرابطين طبعا ذيك ما هي محتاجة، معروف أنها تأسسته. وبذكر دولة المرابطين، مرة في المشرق قال لي واحد مشرقي لما عرفني موريتاني، قال لي أنت لك دين في أعناق المسلمين كاملين. قلت له كيف ذلك؟ قال لي أجدادك ذبتوا المسلمين في الأندلس 5 قرون. صح، هذا ياسم الموريتاني ما يعرفه للأسف. هذه جزيرة تيدرة يالتنا نعيدوا بناء ذيك الديار اللي ما زالت موجودة فهم، ويالتنا يعود عندنا يوم وطني لها، ويالتنا يعود عندنا يوم وطني للشهيد. هذه أمور مهمة ترسخ الاعتزاز وترسخ معرفة بالتاريخ، والتاريخ هو اللي لا ينأس عليه مستقبلنا اللي ندور بعد زاهر. يعطيك العافية حافظ، تفضل. شكرا. أولا من ما يخلق شيء سابق وقته، هذا المشروع الكبير كان لابد له من يتحقق شرطين. الشرط الأول كيف قلنا الإرادة السياسية للأمة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية، نقبل القرار وطني على أن تنكتب تاريخ موريتانيا، هذا شرط أساسي. الشرط الثاني منهجي، هو أن لا بد من اللي توفر الكفاءات. يامس ما كانت توفر حق
يلو 20 سنة ما كانت في تورخم. صحيح. طروا بالفعل هم باحثين كبار ومجال التاريخ. هم باحثين كبار ومجال المواد والله العلوم المساعدة. مرتبطة بالتاريخ. يقرا لها مبادرات فردية بعد. العلوم المرتبطة بالتاريخ عادوا فيها باحثين كبار. هما هذو كلهم قطع عمل علمي يا غير عمل علمي وحده ولا هو موصول ومرتبط بمنطقة محددة محددة جغرافيا. الفكرة وراك شنو هي؟ هي أن جهود هاي الجميع الباحثين أنها تنصب في مجهود وطني لا يسمح للموريتاني مسألتين مهمات، واحدة في التاريخ واحدة في الحاضر. في التاريخ يعرف شنو هو إسهام هذا البلد عبر التاريخ في الثقافة الإنسانية سواء العربية الإفريقية الإسلامية، يعود يعرف بالضبط ويعود يعرف هم للعالم العالم عاد لاحق ويعرف بشكل رصين شنو هو الدور اللي قامت به هذه الأرض وشعبها في بناء الحضارة الإنسانية وفي بناء السلم عبر العصور. السلم رهواركم وهو زبدة الحضارة البشرية، حد خلق السلم ما يبقى منها ما يبقى منها هو حد خلق السلم، خلق حضارة وخلق ثقافة وخلق هذا الهدف اللي في التاريخ. الهدف اللي في الحاضر اني انا كمواطن سواء بالمنين انت موجود نجبر ذاتي اللي مكتوب زين ما يعود الا تاريخ منطقه معينه كاتب باحث معين مهتم جامعيا بطروحه معينه اماره ترارزة والله اماره لاد مبارك فلان الفلوني التاريخ. لا هذا كتاب لا هي عرض لكامل لا يتجبر جميع مكونات الشعب الموريتاني ذاته فيه. ولا هون ما معناها أننا متباركين معنا كتب تاريخ تصالحي نو احنا متباركين معنا كتب بطريقة علمية هي غير مشتركين فيها جميع الكفاءات وجميع القدرات بإذن الله تعالى. مصادر ملي أساسي بالفعل الآثار عند الآثار وجوده في الحلقة الأولى أساسي لأنه هو اللي يعطيك أخبار العصور الحجرية كاملة ويعطيك ملي أخبار المدن القديمة ومواقع الأثار المندثرة غير ملي ما وحده. فهم كيف قالت الدكتورة كيف قال الدكتور كيف قالت الجماعة كاملة جميع المصادر الشفوية فهم باحثين غربلوا مجموعات من الثقافات الشفوية. يجب أن الثقافات الشفوية كاملة تغربل ويجب ملي أعلن كيف قلنا وتأكيدا بعض قال الدكتور بالخصوص أعلننا نتوجههم واللي شهر المصادر الموجودة في الخارج. أعطيكم ميزانها للو أسابيع خاوف وسائل الإعلام أعلن واحد عالم قالوا سعيد محمد بن سعيد حددني بروفيسور نيوكان أدما أعلنه محمد بن سعيد هذا هو اللي يجبر قصته المكتبة الفرنسية. كنت حاضرا ها؟ كنت حاضرا حددني انه هو الاجبار هو لا يعقب يعود مشدود اخباره انه قد يعود ما هو موريتاني هو بروفيسور نيوكان هو الجابر تاريخه كامل في المكتبة الفرنسية هو عليه يعقب يعود عالم في امريكا وفي بريطانيا مشى في هجرات الاستعباد غير اللي كان عضو مجلس اللوردات تميز بعلمه شفت صورته احنا هذه هو بدون نوغل في قضيه الأنا الشعب الموريتاني وتاريخ الموريتاني مليء باسهامات كبيره ساهمت في خلق حضاره اسلاميه في غرب افريقيا وفي منطقه الصفانة واثرت وغنات الحضاره العربيه في المشرق وكذلك هم اللي ساهمت في بناء الحضارة الإنسانية. هذا يجب أن التلميذي هي نقطة اللي نختار نتعرض لها في هذه بعد المداخلة لك التلميذ في بلد منين كان موجود في موريتانيا يعرف على أنه آباؤه أنهم ساهموا في كذا وكذا وكذا هذا من باب المعرفة
ومن باب التاريخ ومن باب مولي خلق ثقة بنفس ثقة المواطن في أنه ما هو جاي من فراغ. هذه أمة لها تاريخ ولها تاريخ جامع. أيوة هذا التاريخ مولي اللي نكتب دور تشوفه على أنه مكونات الشعب الموريتاني ضروك اللي حاضرة ما هي خلاقة يامس ولا هي خلاقة أول نامس. هذه مكونات شعب ضاربة في التاريخ تعايشها ضارب في التاريخ خليك تعايشها ضارب في التاريخ وسلمها وأمانها وتكاملها تكاملها ضارب في التاريخ. إمبراطورية غانا والدولة المرابطية تعايشوا في بليدة والإمارات الفلانية والإمارات العربية تعايشت في بليدة والمقاومة ساهمت فيها الناس كاملة ساهم فيها فودي جاقري قال ساهم اللي فيها واحد المختار الحام وساهم فيها واللي بسيكة هذا كاملين ساهم. يجب على ذا اللي ذا هو يعود يعرفه التلميذ أولا نشأ عقب ذاك الطالب راه وصل الباحث المتعمق يعرف تفاصيل ولا يحكم عن زين حد الله يلا. راه مشاهدينا الكرام كان بودنا يكون معنا في الحوار دكتور واقي عثمان لكن اعتذر لوعكة صحية قال إنها أصابت نرجو له الشفاء شرا. نواصل حوارنا مرحبا دكتورة. أنا فقط نختار موضح الفكرة اللي بدونها ما وضحت حتى الأستاذ إسحاق الكنتية قضية الشفوي. أنا ما قد نقلل من الشفوي وإحنا تاريخنا خاصة نحن تأثرنا بالمدرسة التاريخية المشرقية أصلا وترك المدرسة قد اهتمت أو اعتمدت على الرواية على غرار رواية الحديث الشريف وبالتالي كانت تنقح الرواية تنقيح كبير. من يأتي وهذا من كتب الأوائل كالطبري وكجلال الدين السيوطي وغيرهم وابن كثير اللي كتبوا في الرعيل الأول من هذه الأمة وأسسوا قواعد التاريخ اعتمدوا الرواية الشفوية في مصادر التاريخ وكان فم ينقال ذاك تاريخ المغازي وذاك تاريخ الوقائع وذاك تاريخ الفتوح وتاريخ البلدان إلى آخره. المهم علينا ما قدوا شكوا في الرواية الشفوية يقير إحنا حال الله نقرأوا التاريخ ونكتبوه بعقلية عصرية علمية أكاديمية أكاديمية ذيك ما معناها أنها تعود زاد بعيد عن المتناول لا يقير الله نستقاوها منهج صحيح وسليم. والتاريخ الشفوي عندنا تاريخ مهم ولا قدوا شكوا فيه به اللي ياسر من المؤرخين اللي عندهم الحكاية أغلبهم علماء وشيوخ محاضر وشيوخ صوفيين وبالتالي ما يقدر يشكك فيهم لقيمتهم ولقيمتهم الترجيحية فيما ينقلونه. يقير فيه قدر مع هذا كامل من الذاتية وفيه قدر من الطابع القبلي والله هذا الطابع المحلي. هذا يارتنا نتعامل معاه فقط كنا انه بحذر. انا قلت ان الشفوي انه من المصادر الاساسية ولكنه ملغوم بالتالي يلا يعامل معاه بنوع من الحذر وبنوع من التقنية العالية. إياك ما يجي تاريخ من هز والله تاريخ ما هو جامع. ثانيا احنا عندنا بعد اشياء اخرى مصادر اخرى ما هي الشفوي وحدها. احنا عندنا الحوليات المدن القديمه كانت فيها حوليات. احنا عندنا النوازل والفتاوى الفقهيه هذه حد ذاتها في سياقها الزماني لا يجبر الحدث التاريخي اللي جاب النازله واللي جاب الفتوى وبالتالي تتطور المساله. عبد القادر بوتشيش احد اساتذتي في جامعه ولاية اسماعيل كان يقول دائما ان التاريخ حدث وراوي وقارئ. بالتالي معناها احنا حالا الطريقه اللي هنا نقراو بها وزين عندي واحد من المتدخلين بتعلنوا من المقاومه انه قال اعلن العقليه اللي هنا نقراو احنا ورك بها التاريخ عقليه طبعا عنها تختلف بآلياتنا الزمانيه عن ما كان نقرا السابق ذلك به اللي هو القادر بوتشيش اعتبر اعلن ان قراءه التاريخ في حد ذاتها انشاء لنقص جديد من فهمنا لهذا طبعا من ناحيه التحليل ومن ناحيه اذا معناها تطور عقليه هذا. وطبعا كيف قلت اعلن التاريخ اعلنه يتحول من سرد الى علم وهذه الاشكاليه المطروحه دائما عند التاريخ. احنا دائما نفهم تفهم الناس ان التاريخ انه حكايه التاريخ لين اللي يعود تاريخ ماضي حتى لو واحدين قاع يقولوا اعلنوا انه اقرب هو للطبيعه تاريخ أحداث ماضية لكن أنا أقرأها بما يناسبها وطبعا عن أن أقرأها بما يناسبها متجردين ومتعاملين مع المصادر بنوع من الحيادية والعلمية لا يخلق تنقيح في ذيك الرواية الشفوية ذات القيمة. وطبعا عن تاريخنا تاريخ متعدد ذكروا قضية المرابطين مع غانا وإحنا بعد كأساتذة للتاريخ ما نفندوا قاعد الحقيقة قد نديروها في إطار آخر ونقولوا لأن المرابطين يعني أن الإسلام تعايش مع إمبراطورية غانا وأن النخبة في كومبي صالح بأنها كانت نخبة مسلمة وهذه هي الحالة الاستثنائية اللي تعتنق فيها النخبة الإسلام سابق القاعدة وذاك سببه بسيط جدا وهو أن التجار
اللي كانوا احنا اسلامنا اسلام سلمي في اغلبه، التجار اللي كانوا يشروا الاسلام كانوا يتجاوروا مع الوزراء ومع التجار، وبالتالي يتاثر الوزير والتاجر بسلوك التاجر المسلم بصدقه وبنزاهته وبالتزامه مع الوقت، وبالتالي عادكم بصالح البكري قال عندنا فيها 12 مسجد ناحيه منها كجاريه للمسلمين تاثرت بها النخبه. يقير يقير المرابطين طبعا عنهم الصادم مع غانا واسقطوا غانا، لكن بناوا على غانا مملكه مالي الاسلاميه اللي اقامها الشعب البمباري العظيم. اذا معناه شنو معناها علم من صناعه المرابطين، من صناعه من ناحيه نشر الاسلام، اقضاوا على الامبراطوريه الوثنيه الغانيه اللي كانت صامد الجماعة اللي تصدات لهم واعتبرتهم على انه اهتزاز لها والله تحدي لها، وبالتالي طبيعي قضاوا عليها وقامت على ذاك القضاء، قامت على انقاضه مملكه اسلاميه عظيمه وخلدنا التاريخ عظماء منها سني موسى وغيره من هم اللي شيدوا قاع المسجد العظيم في تمبكتو عاصمه الغرب الاسلامي في هذه المنطقه. هذه المنطقه طبعا الاسلام جاها في معظمه عبر القوافل التجاريه، اسلام سلمي، محاوله قيام دوله المرابطين هون. طبعا احنا كنا جزء لا يتجزا منطقه الغرب الاسلامي بمختلفها. المحاولة الثانية اللي هي الجانب الجنوبي يسموه احنا من دولة المرابطين اللي قام في أزوغي مع أبو بكر بن عامر، اللي نشوف الأسس اللي كان أبو بكر بن عامر مأسس عليها الدولة للأسف الشديد اللي ما عمرت، اللي عقب أبو بكر بن عامر استشهد وهو في بعض من نشروا الإسلام في منطقة تقانت. هذا الجانب اللي نشوف الأسس لأنه جاب معاه الإمام الحضرمي وهو عالم أشعري تضلع من العلوم العقيدة الأشعرية، العقيدة الإشعارية طبعا عن حد تضلع منها معناها نعاد نخبوي، وجاب معاه عبد الله الأموي. هذه النخبة اللي جات للتأسيس إبراهيم الأموي، ينقالوا إبراهيم عبد الله الأموي المصادر. إذا بمعنى أعلن هذا الجانب ينم على عراقة الإسلام السلمي السني في هذه المنطقة، وهذا موجود كامل، هو إذا موجود وموجود موجود انكتب من أجل تاريخ، وموجود انكتب من أجل فتوى، ووجود كتقعيد هي الإشارة في تدبير الإمارة للإمام الحضرمي، هي فيها طريقة السلطة، طريقة القضاء، زكاة، كانت على شكل أحكام السلطانية. إذا كانت على أحكام، هو طبعا ما قال الإشارة في تدبير الإمارة. هذه في حد ذاتها مصدر أساسي من نوعية والله نمطية التفكير في تلك المرحلة، بالتالي كانت تفكيرا متطورا يسعى إلى تأسيس طبعا رؤية جامعة، وهذا يعطي القارئ التاريخ المعاصر عدة قراءات، منها هي عراقة الإسلام السني في هذه المنطقة، عدم التعدد المذهبي في هذه المنطقة، سلمية الإسلام في هذه المنطقة، مالكية الإسلام في هذه المنطقة، والوحدة المذهبية من أساسيات السلمية، لأن لا مشاحة لا مشاحة بين الآراء الفقهية ولا الآراء العقدية. إذن هذا يعطي طبعا يعزز كي قال المحافظ الوحدة السلمية في هذه المنطقة. شكرا ان تاتيني الافكار طبعا بعد ان طرح الحوار مفتوح تستفيد منها ان شاء الله. الزملاء الزبده عندك انا بعد تفخر انك تقريتني بقى تفخر بك بارك الله فيك. لكن اود فقط ان اشير الى ابدا من حيث انتهت الدكتوراه تربه، وهو هذه فئويه وفرديه المواضيع التي تم التعامل معها، بالتالي جعلت عن بعض من الباحثين او اكثر الباحثين يكون متخصص في حدث ضيق وفي مجال ربما جغرافي ضيق. لو كان هناك استجان ولو كان هذا المشروع تم انجازه قبل وكان بهذه الرؤيه الحديثه كما تقوم على ذلك وزاره الثقافه بالتعاون، وكان بودي ان يكون هناك تعاون مع الوصي العلمي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، لو كان هذا المشروع تم إنجازه تكون هون رؤية وانسجام بين ما تم إنجازه من 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 مذكرات من بحوث، ويكون حتى تكون الأجيال عندها دراية بتسلسل تاريخي لأحداثها منذ استقرارها وحتى في طور التعليم الابتدائي والثانوي وحتى الجامعي، يكون للطالب طبعا إلمام بتسلسل تاريخي طبعا الموسوعة دور تعمل على هذا، وبالتالي تكون فيها مجالات وتتماشى حسب مع مستويات التربوية. بالتالي فهذا قاطعك لا تلمي لا تقاطعني بشيء مهم انا تلميذيته لا مقاطع ستي مام قابين قاطع هذه شيء، لكن اشير ايضا في المداخله
على ما تم نقاشه بين من الأساتذة ما يخص بالشفهي، وذكرت طبعا نحن في الجامعة لأهمية المصادر، كل مصدر عنصر بحد ذاته يدرسه أستاذ. فهناك أنا أدرس المصادر الأثرية، فهناك من يدرس المصادر المرويات، وهناك من يدرس المصادر المكتوبة، لأهمية العنصر أو المصدر في معرفتي وفي تعاملي مع التاريخ. أنا أدرس لمصدر كتاب منهجية كتاب التاريخ. منهجية كتاب التاريخ. المنهجية عندنا حدث ولا حرج، منهجية كتاب التاريخ في جميع مستويات التعليم العالي. لكن هناك مسألة أيضا مهمة وأساسية، وهي فإن كان إذا كان للشفهي هفواته في المكتوبة أيضا أكثر من هفوات، وخاصة ما يتعلق بالمخطوطات. نحن المخطوطات عندنا المخطوطات ما ذكرت من زميلة، المخطوطات اللي طرقت إلى النوازل وطرقت إلى الكثير من المواضيع التي كانت تتعامل مع الحياة اليومية للموريتاني. هذه عندها مشكلة أنها تم احتكارها، حتى طبعا هناك هذه القضية احتكار المعلومات، احتكار المصادر، احتكار المخطوطات من طرف مجموعة أو فئة أو فرد. فلبعض الناس طبعا في حجب الحقيقة مآرب أخرى، لكن بعد يتم حجب الحقيقة عن الباحث لأسباب قد تكون شخصية، قد تكون قبلية، قد تكون يعني سميها ما شئت، ذاتية فهم. لكن هون مسألة أشار لها المتدخل في هذا الأستاذ محمد السيدي، رئيس مدير ناشر المركز موقع ركيز. مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وأنا عرشت عليها في البداية، وهي علاقة المؤلف بالمؤلف، والله علاقة ما نأخذه ما يتم كتابته بمن كتب. وطبعا أشار إليها الدكتور إسحاق في مشاهدة، وهي أن كل ما كتبه الفرنسيين على سبيل المثال وهو حديثه طبعا يعتبر تقارير ومذكرات. فالفرنسيين لم يكونوا يكتبوا من أجل سواد عيون الموريتانيين، وإنما كان الفرنسي يكتب مذكرة لكي يستأنس بها حين يرجع إلى بلده، يعني يستأنس بها، وأيضا تكون مذكرة لأولاده ولأحفاده يقرؤونها فيما بعد. وبالتالي كل ما كالندرية طرف يعني هو كالندرية، يعني يومي، كل ما قام به يوميا يكتبه، وبالتالي كل ما مر به يكتبه، يعتبر تقارير، أو إما تكون تقارير عسكرية وإما تكون مذكرات شخصية. قوس شوي أستاذي، هو بول مارتي يقول اللي أنت يتكلم عن المقاومة، يقول قام قائد العصابة مختار الحامد كذا. طبعا مختار الحامد من أهم المقاومين ومن أكثرهم شجاعة وبسالة، هو يختزل في عصابة. زين بارك طبعا بعد تشويه هذا بذات هو اللي كنت أود أن أصل إليه، في تسليط ما قامت به إفريقيا في كتابة تاريخها إلى ما ستقوم به موريتانيا في كتابة. نحن مانا الوحيدين، السنغال قامت بذلك، المغرب قامت بذلك. وبالتالي فتسليط كتابة التاريخ هي أن نتعامل مع ما تمت كتابته، مع من كتبه، لماذا كتبه، وما الأسباب التي جعلته يكتبه، ونغربل هذه الكتابة، ونتعامل أيضا مع ما هو موجود عندنا، خاصة مع حتى نحن أن مشاكلنا الداخلية في الكتابة. فهناك من يكتب من أجل طبعا تسليط الضوء على جماعة، على فئة، على شخص، على قبيلة، نكون موضوعيين، وبالتالي يتناسى أو ينسى مجموعة أخرى أو منطقة أخرى كانت أولى بالكتابة من هذه، لكن لعلاقة شخصية أو كذا وكذا، فيكتب عن هذه ويترك المنطقة الأخرى التي قد تكون أولى بالكتابة من المنطقة التي كتب عنها. يعني هذه مشاكل أيضا داخلية كانت عند كحالة المؤرخين كحالة عامة. لا، ليست حالة المؤرخ قديما، لكن في الوقت الحالي بعد هذا التطور العلمي، صح. فأصبحت هناك نظرة جديدة للتعامل مع ربما يعني نحن أنا قد التمس لهم أحسن المخارجي، لأنهم كانوا في ظرفية ربما أيضا هم نأخذ لهم العذر في ما كتبوه وغرفهم تسمع يعني. لكن في الوقت الحالي وفي هذا التقدم وهذا التعامل مع النظرة العلمية والثورة العلمية الموجودة وحتى النزعة المعلوماتية وغيرها، كل هذه الأمور طبعا، وكما ذكر المدير وجود خبراء متخصصين محافظ. أكثر نرانا لك وزارة الثقافة المحافظ أنا أسميه المدير يعني المحافظ بالنسبة لي مديرا، ولا المهم أنه أن هذه ظرفية تختلف عن الظرفية التي سبقتها. وطبعا المهتمون بمجال التاريخ أيضا يختلفون في ظروفهم، في نظرتهم، في حتى تكوينهم العلمي
عن الذين كتبوا، ونرجو أن يكون ذلك طبعا له تأثير في ما سيكتب عن موريتانيا مستقبلا. نحن جاونا مصادر كبار في تاريخ الطبري والمسعودي، وتعرفوا ابن خلدون، أمهات الكتب إن قال تعرف ابن خلدون ذاك اللي يقول عنه التاريخ يتم لا دائما عنده ذيك الأمور اللي مثلا معروفة عنه. بعد التاريخ الحديث اللي كانت وسائل وما تفهم مشكلة. تعرف الفرق بينهم وبين خلدون؟ سابق نواصله. لا لا. الفرق بينهم وبين خلدون. بين النظري شوي. لكن أنا أقول لك الفرق بينهم وبين خلدون. هنا عرفها أنا طالب طلاب ابن خلدون قبل أن يمشي بين الموضوع لين قابل لين نشوف في المقابلة. وصف الحقيق إنه دروس وعبر. هاي الدروس والعبر هي اللي تبنى عليها الأمم، تبنى عليها مادياتها ومعنوياتها، والتاريخ الموريتاني حافل بهذه العبر وهذه الدروس. فعلا أنه قبل القرن الأول الهجري يقدعود فيه بعض من الصعوبة والله نقص المتابعة، ولكن من فتح شمال إفريقيا في وسط القرن الأول الهجري إلى اليوم هذا التاريخ حافل بالأحداث الجسام والأحداث اللي حقيقة مفخرة بهذا البلد وعبر ودروس له. ومن الواجب واجب كل الشناقطة الموريتانيين مواطنينهم ومسؤولينهم ومثقفينهم معيانهم أنهم يغربوا له هذا التاريخ، يدرسوه دراسة مفيدة، يبنوا عليها مادياتهم ويبنوا عليها معنوياتهم ويبنوا عليه يأسوا عليها مشروعهم التنموي. فعلا يقول بعض الدارسين للتاريخ أنه ليس ما حدث فعلا وإنما هو ما نعلم، التاريخ ما نعلم وليس ما حدث فعلا، ولسنا مطالبين ولا مجبرين على أن نعلم ما حدث فعلا، ولكن ما علمنا يجب أن نعرفه نعلمه مع علم صحيح، وهذا في الإمكان، في الإمكان بالقرائن وبالإمكان بالشواهد وبالإمكان بالرواية المتواترة. تاريخنا متواصل، وإحنا دخلنا التاريخ من باب الواسع، احنا دخلناه من باب الفتح الإسلامي، هو اللي تكونت عليه الشخصية الشنقيطية الموريتانية. إذا احنا داخلين هذا التاريخ من باب الواسع، ولا فيه شي كسح ولا فيه شي دنكس، وإنما فيه مفاخر ومشاهد ترفع الرأس، وهي عبرة وعزة للأجيال تبني عليها كما قلت مشاريعها التنموية الكبرى. والناس اللي تزدف تاريخها ينقلب عليها الحال وتمحى وتذهب وتضمحل. لابد من عناية بالتاريخ. ايوا احنا تاريخنا حقيقة عنده عدة آفات تعيق غربلته وتعيق دراسته دراسة موضوعية مفيدة للأجيال. شنو هذه العوائق؟ أولا منها نقص العناية، نقص العناية الوطنية. فعلا المستعمر اهتم بالتاريخ ولكنه اهتم به على طريقته هو، في اللي يخدم مشروعه هو. قطعا انه الهويه العربيه الاسلاميه لهذا البلد ما هو معني بها، وكافي لا سلكت منه، ما هو قطعا لا يخدم خدمه تعود تنفعنا في مشروعنا التنموي ولا في بقائنا ولا في معنوياتنا. اذا هذا النقص الوطني في العنايه بالتاريخ بصوره عامه من معوقات بلورته وايضاحه للجهات. المعوق الثاني هو تنازع له الجهات والمجموعات، كل مجموعة كل جهة اللي خلق من الاهتمام بالتاريخ تتعود مركز عليها، وهو تاريخ وطني ليس تاريخ مجموعات ولا تاريخ ناحية معينة من هذا الوطن، هو تاريخ وطني شامل ساهمت فيه كل الشرائح وكل الشخصيات وكل المجموعات الموجودة على هذه التراب. شكرا للأستاذ محفوظ الفتى، طبعا من رابطة وخيرت الله شاعر وأديب. أنا لا فقط ماني ماشي عن ابن خلدون، الفرق بينه هو طبري وابن كثير، الفرق بينهم أنه هو نظرة للأحداث التاريخية، نظرة سوسيولوجية، نظرة عالم الاجتماع، وبالتالي طور نظريات التاريخ. ولو أن المجتمعات الإسلامية العربية ما شهدت انحطاط، لأنه توفي 808 في الهجرة، ما شهدت انحطاط واضمحلال تقريبا في المناهج العلم لفترته، هو اللي تطورت نظرية علم الاجتماع، وبالتالي هو اللي أسس اللي قالوا فلسفة العمران. فلسفة العمران هذه نظرية مهمة جدا. اسمح لي في طرفة مشاهدي الكرام، دكتور إسحاق الكنتي كان يدرسنا في الجامعة في قسم ماستر فلسفة، كان يدرسنا مقدمة ابن خلدون. مرة ضربني ب 11
في اختبار عن ما يتعلق بمقدمة ابن خلدون. جميل. والشحن ما هداش. ضربني ما هداش. داعي زين راهي لك. تفضل دكتور. شكرا. شكرا. نرجع ل لكل حال انا بعد الدكتور دافع عنها دافع عنها بي اللي اعطيها للتلميذ. ثم التاريخ عندكم. اعطيها التلميذ اللي جاي على ابن خلدون. ابن خلدون التاريخ عندكم خصوصية خاصة. شكرا شكرا. ويستاهل ابن خلدون. تفضل. انا من الظاهر اللي اعلن ذا المشروع اللي متباركة معه وزارة الثقافة. انه كما قلنا مشروع وطني وظاهر لانه ينهض بدور مهم في بناء الوطنيه الموريتانيه. هذا هو الاساس والمركز عليه ان تعود فم وطنيه موريتانيه. شفتوا هذا العالم اللي من حولنا الدول تبنى على الوطنيه على الانتماء الوطني. انا ظاهر لان في الفترات اللي السابقه عرفنا رؤى قومية متجاوزة الحدود سواء تعلق الأمر بالشمال ولا بالجنوب، قومي عربي ولا قومي إفريقي. يا غير مات أنت سابق تعود عربي أنت موريتاني بكل أنت مالك لا يتقيس العرب ما بصفتك موريتاني إلى لبست دراعتك ولا لبست بنطلون وجيت الحدودنا الشمالية يقول لهم أنا عربي ما يخلوك تدخل غير تقول موريتاني يقول لك تفضل. نفس الشيء إذا مشيت قسط الجنوب وجيت قلت له أنا إفريقي ما هو ليخلوك تختار تقول أنا موريتاني. معناها أن نأسوا شيء أول أنه موريتاني وننتماو لموريتاني ونعملوا على ازدهار موريتاني. أراه هو الصعاق بذاك أرانا عندنا امتدادات سواء في الشمال ولا في الجنوب. إذا تأسيس الوطنية الموريتانية تأسيس الوطنية الموريتانية ظهر لأنه أساس الثقافة تاريخنا الثقافي وتاريخنا الثقافي يلا نعطوا في العناية الحسانية. هذه اللغة اللي قالها الحسانية نهتموا بها. ليش؟ أنا نسميها لغة. ذاك رواية أخرى ما اللي تفسير تقسيمات لهجة ولغة ما هي دقيقة حتى. المهم ياك نوافقك أنت عاقب ديك الهداش لا نقولها لهجة. لا نقول أختي بتقول الناس. زيد واحد. شفت الحسانية مهمة. مهمة جدا. لأنها هي بصمتنا اللي خاصة بنا. هذا أخوتنا العرب كل واحد منهم عنده لهجته. ويتكلم الله بها ويستخدم الله هي وهي بصمته. عندنا لغات وطنية ثانية. هذيك جاية معني ناسيها. الحسانية يعطنا يهتموا بتاريخها كيف تأسست وقبضت منين من العربية وقبضت منين من اللهجات البربرية القديمة وذا اللي قبضت من البولارية شنو وذا اللي قبضت من السوكية شو تداخلها تداخلها عندكم تداخلات بين الحسانية والبولارية والصنوكية والولفية. نشوفوا تاريخ الصنوكية والبولارية والولفية لما كانوا مكتوبين بالحرف العربي شنو هي الكلمات العربية اللي كانت فيها؟ أنا متكتبة باش. هو مدرك ما فاتوا كتبوا المشروع اللي كان. شفت كانت فماتي مقاربتين لما تم الكلام ساعتها عن كتابتهم مقاربة قالتنا من كتبوا بالحرف العربي ومقاربة قالتنا من كتبوا بالحرف اللاتين. لكن كتبوا اللاتين. باللاتين. إيه وعقبت الأمور مشات قضايا سياسية. إذا المهم مهم أعلن هذا التاريخ الثقافي هو اللي يعطنا نهتم به وهذه الحسانية يعطنا نعطوها قيمة. تم وحنا بعد قاعد نتكلموا بها عندنا برامجنا في التلفزيونات وفي الإذاعات اللي ما هو نشرة الأخبار تم نتكلموا بالحساني ونفسروا الناس بالحساني ومنين يمشي واحد منا مرقي بيتكلم بالحساني إلى قاس عربي يتكلم بالحساني وإلى قاس أفارقة يتكلم بالحساني. إحنا منين نقيسوا ذوك نتكلموا بالفرنسية ومنين نقيسوا ذوك نرجعوا العربية الفصحى. هويتي هي لغتي ويالتي نعتز بها وخالقين مملي ياسر من الامور عند الناس ما يفهمتها. خالقين واحدين منا ما زين عندهم موريتاني يقول لك كبولاني. كبولاني ما اخبروا شيء من موريتاني. اعرفوا التاريخ موريتاني امبراطوريه رومانيه قامت هون وبالتالي جزء من تاريخنا. وبكبولاني ذا اللي عدل لانه حياها وتوف ما هو جايبها معاه من فرنسا هي تنتمي لموريتانيا واحنا ذوك الرومان اللي كانوا هون كي قرطاجن بالضبط نعتبروهم من اجدادنا ونعتبروهم من تاريخنا وبالتالي موريتاني اسمنا الاصيل. أنا قبل تونس تونس كان يقال إفريقيا ما كان يقال تونس عقبت عادي قال تونس وسمات على مدينة. معناها أن فهم ياسر كيف إحنا كان نقال الشنقيط وكان نقال موريتاني واسترجعنا ذاك الاسم معناها أنه اسم أصيل ونعتز به ونفتخر به. خالق رواية أخرى اللي مهمة في مجال الثقافة إحنا نقوله الكوار واحدين شاكينها لما تنقال بالعكس. الكوري كلمة عربية فصيحة لأنها نسبة إلى الكور. الكور شنو هو؟ القرية. احنا ذو البيضان كنا ساكنين في البادية وخوتنا ذو كانوا ساكنين في القرى كنا نقول لهم اهل القرى. كانت الكور افصح من القرية وبالتالي كانوا الناس فصحاء ويقولوا الكور الكوري. الكوري نسبة الى الكور وبالتالي هذه ملي هي اللي يطلن تم احنا نستخدمه هناتي لانه تنتمينا ومن انتاجنا ومقربة منا خوتنا ومجابرتنا معاهم.
إذا القضايا كامل الوطنية نهتم بها، وهي اللي نبنوا عليها تاريخنا، وهي اللي نبنوا عليها اعتزازنا، ونبنوا انتمائنا للوطن وافتخارنا بهذا التاريخ، لياك يعود مؤسس على قيم لا هي يقد النشأ يفخر بها، ونقد نسلمها لأولادنا وأحفادنا عبر امتداد زمني احنا فخورين به. شوف دكتور، العالم هذا قاعد موجوركم كاملين، العالم اللي تسافر في مرقب وسافرتوا كاملين مرقب، تشوف بعض الجنسيات تحافظ على على مظهرها، على ذوقها، على زيها طبعا، على زيها طبعا. الا احنا في الغالب نتاول مش من هون الرجل يدخل في تكبيطه درع مخلمه. مره من المرات في عاصمه دوله عربيه سيد المحافظ لابس درع دوله مبرزان اللي هو انت حولي ابيض ناوي برقبتي، جاء واحد موريتاني جاكاردي، انت هذه في الدرجه يا شيخنا كيف قلت له اخويا قلت له ما يخلي نبي قد استغرب قاع من اللبس وزي عنده يسوي لي انا من نقول عني موريتاني نعم اشكاليه كبيره زاد احنا محتاجين لان وطننا اعتز به حتى تفضل. أثار انتباهي بعض الملاحظات في المداخلة، ولكذلك في تداخل مداخلات بعض الأساتذة. علوم الإنسانية الأساتذة أخبر هي عاد علوم لا، لأنها على الأقل عند واحد من المقاييس العلمية اللي هو المقارنة. علوم تقوم على الملاحظة والتجربة غير اللي واحد من المبادئ الأساسية المقارنة، هو اللي دخلت منه العلوم الإنسانية العالم العلمية. المقارنة لماذا نتكلم عنها هون؟ لأن هي اللي أتاح، هي أساساً الأساس اللي يسمح أن والله لأي مؤرخ والله لأي باحث في التاريخ بأنه يقارن معلومات. اللي عنده جابوا له المعلومات أهل الآثار يقدر يقارنه بذل مكتوب ويقدر يقارنه بذل الشفوي. المقارنة وحدة هي اللي تسمح له بأنه يخوض في المعلومة الأكثر علمية والأكثر زين منطقية زين. هذا عيني على منهجيا والله باطئ فيما يتعلق بالاشتغال على المصادر تأصيح. اشتغال على المصادر. دكتور ناني والحسين بحثوا المشهور عن ناني بالمناسبة من قدماء أساتذة التاريخ هم جامعة مارشور درسنا استنتاجاته ومقارناته اللي عدل بالفعل توصل أن الفتح الإسلامي أنه ما أنه تخطى واتسوس أنه ما تخطى أنه تخطى واتسوس تخطى واتسوس الفتح الإسلامي معناها عقبة بالنافع وفتحها فهري فتحات وتخطات واتسوس وبالعكس وصل قاع بمرحلة معينة لين قال بأن فهم مصدر وقارنوا بمصادر أخرى يذكر بأنه وصل موقع اسمه أطار. تساءل الصعاد هون دكتور ناني يتساءل من رأي كان ذي أطار هي أطار حاليا نعم أو لا. احنا شوركم بصالح احنا الموقع الأثري فهم روضة كبيرة متواتر عند الناس فهم شفويا بأن هذا الصحبي منها من الكلمة التقاع كلمة دشرارك اسم دشرارك دشرارك اسمها الصحبي الصحبي نعم عجيب دشرارك حالا اسمها الصحبي. هذه المعلومات احنا ما كانوا عندنا وكان شاكين الفتح الإسلامي انه ما تخطى واتسوس اللي هو عندنا في الخلدونيات الى اتلي انتم ولا موجبوا اعلن بالفعل المصادر لا يقدون يشتغلوا عليهم الا ان تقار ولا يتسع لشان يتسع حقل حقل هذا دراسه باتساع البحوث ينصبوا نتائج ابحاث عديدة باحثين متعددين ما نعود تاكدين تاريخ شرب الدكتور احمد المختار والسعد نعم نعود له نشبوه تستعرض الشباب يعني شبوه ببحث عدل الشباب يخلي يعدل بالذهب ويعدل بالحاسب عدلت الدكتورة حول المنطقة عرضيا جزئية أخرى تعود قاعد من حرش الربا يقار شدت أخبار شيء يتعلق بهذا اللي هذا هذه الموسوعة لا تعطي فرصة لنا كاملين وعندنا نشتغل عليه نوخذ تاريخ فيه الناس كاملة زين حتى تاريخ لا يتجبر فيه
الطرق الصوفية وهما وهما والماميات بنيدة زين حتى اللي تشاركوا في التاريخ وتشاركوا في المودة وتشاركوا في المقاومة صحيح. إذا المامي صحيح. كاملين صحيح. والقادريين كذلك صحيح. شنهي مساهمتهم وكذلك التجانيين صحيح. وكذلك الشاذليين صحيح. هذا لا بد أن يقبل بعين الاعتبار كامل والموسوعة معددة من أجل هذا الكاتية هي غير ذكرى هي بأنها تبسط المعلومات باش يعود التلميذي والله الابن يسموه الابن رمزية يجبر معلومات بس هي طبعا عندها وسائل إيضاح باش يلصق في ذهنه بأنه تاريخه مرتبط مترابط بمكونات الأمة كاملة من عند بداية فكرة تنعطاله مبسطة جدا الابتدائية مبسطة شوي في كوليج مبسطة وشيء ما شيء ما مزودة معلومات في الثانوية وأهل المجرى هذا هو اللي يكتب الطريقة اللي يكتب بها التاريخ عند الدول الأخرى وإحنا نختار نعود عندنا شيء يجمعنا تاريخ يجمعنا تاريخ ملي نتلا نرجع كفكرة أخيرة فهم ديسبلين قال الاستوار أبليك يستفاد منه هذا الحروب القرن العشرين نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين استفادت من معارك حنبعل احنا مولين قد نستفادوا من تاريخنا تاريخ المطبع انا 94 انشرت بحث قال حول طرق القوافل من الناحية الاثرية بلي وتخصصي اثر قال في اخر المقال تساءلت لماذا ما تعود موريتاني في المستقبل تعتمد اعتماد كبير على لترانسهاري على الطرق الصحراوية. الطرق الصحراوية لأن هي عبر التاريخ هي المتوالية أمن وأمان الاقتصاد بين الشمال والجنوب وتقد تبني طرق وتشرف عليهم بالطريقة العصرية وأنا الحمد لله ذلك بدأنا في هذه الفترة ذركاتية الحمد لله إذا بدأ قال الحمد لله باللي توفرت شروط الأمن الحمد لله والسلم باشي قد موريتانيا تعود هي بوابة كيف كانت عبر التاريخ هذا يحيل بوابة السؤال. الاقتصاد تبادل التجاري بين الشمال والجنوب هذا يحيل السؤال هذا من ناحية الاستوار أبليك هذا يحيل السؤال مقاربات أنه طريق القوافل طريق القوافل هذا يحيل طريق طريق الحجاج الموريتانيين للحج عبر عبر بلاد السودان والامتداد امتداد الشناقطة في 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 الساحل السوداني كامل إلين حدود البحر الأحمر هذا يحتاج كذلك الدراسة لا شوي حدك عاطيني كده هذا بالفعل ثار نهار هنا في اجتماع اللجنة اللي شرف عليه معالي الوزير ثاروا واحد من أساتذة شاكنوا دكتور سيد عمر والشيخنا قضية تعلن الفضاء الثقافي الموريتاني بأنه يتخطى الحدود صح صح بالفعل حقيقي صحيح صحيح حقيقي ويجب على انه زاد اللي هو يعود مدير في التاريخ مبوب عليه في التاريخ صحيح بطريقه مضبوطه موثوقه لا يتنمي لدى المواطن ولدى مجاوريه الشعور بان العطاء الثقافي كان دائما حصن للعلاقات والتكامل مع الشعوب اللي احنا اثروا بنا واثرنا بهم خارجين وحدين ويختاروا معلم هون في افريقيا الغربية يختاروا معلم قرآن ومعلم فقه من موريتاني عن أي معلم لهجيهم من زيد أخرية تاريخهم تاريخهم مرتبط بهذه المحورة وبهذا التاريخ الموريتاني زين زين فقط هذا الفضاء الثقافي راه سنت كلام قبل كنا تفضلي شو كنت درواش صح كنا ناخذ عنصر تثبيته لا 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 شو الفضاء الثقافي ما كانت عنده ما عنده رسوم جمركية ولا عنده مالية شرع إذا معناها على أنه هو فضاء ثقافي ممتد في هذه الناحية وطبعا كان إسهام أجدادنا إسهاما قويا وحاضرا ومؤثرا وهذه كتابة التاريخ ستعدنا لنا ذاتيتنا وتحد مني همزة الوصل أنا دائما أشمئز منها ولا نقضيها همزة الوصل تحد منها لأنها لا تعطينا القيمة الحضارية الحقيقية ونذكرهم دائما نقول ان التاريخ استحضار الماضي انه يتجلى في اشياء بسيطه الين اللي سافرنا للخارج نعدل دراسات عليا ودكتوره قرنا من الدول اللي جيناهم ذيك الساعه
2005-2006 حاجلي قرنا من انهم عندهم شوارع وعندهم مدارس مسميه على شخصيات ذات دلاله. احنا حالا الاراده السياسيه اللي تمت باستحضارنا الماضي اترين تاخذ على شارع بوداول محمد البصيري، خط ذوالك شارع بلال بن رباح، ذوالك شارع خالد الوليد، ذوالك شارع نرسول مانديلا، انت لا تستحضر التاريخ الوطني والتاريخ الاسلامي والتاريخ الافريقي. اذا معناها تقراه بطريقه بسيطه. اذا معناها هذا تاريخ بسيط وسحضر قدامك باحياء تسميه الشوارع الى شخصيات ذات دلاله ذات رمزيه ستستحضرها. حتى الاطفال نشأت طبعا انا عيني لها حتى الاجيال كامله بمختلفها. المساله اللي قضيه كتابه التاريخ، هي التاريخ نكتب مع التقري. اذا بمعنى انه الالف الثالثه قبل ميلاد عيسى بن مريم في ولاد في واد النيل بدات كتابه التاريخ انذاك الحضاره الفرعونيه، الالف الثالثه قبل الميلاد. اذا معناها كل ما بدا المجتمع يتطور بدات الحروف، بدا التاريخ كنا ناحيه كتابه. طبعا كتاب. اذا احنا كنا قرينا هم قسم التاريخ وجامعه المغشوط وقراونا اساتذه اكفاء ومتميزين، غير الماده العلميه ما فاتت بديت درجه من التوافق. وطبعا نشيدوا بالمجموعه الكبيره كيف الحامدون اللي ترك لنا موسوعه لتاريخنا رحمه الله عليه، كذلك شايفين ولداده ايضا ترك موسوعه وغيرهم. اذا معناها على ان اللي يسموه شيخ ديابابا محمد باكر تماما. اذا معناها انا قاعد نعتبر النوازل الفقهيه ونعتبر التيدينيت ونعتبر التهيدين، هذا نعتبره كان مصادر تاريخ الشيخ محمد المامي طبعا. ويسمحوا لي بعد ذاك باطن المثل يقول على الطالب ما وصاحبي يقولني درت الفقه باطن مع التهيدين، انا نعتبرهم كان مصادر تاريخ. المساله اللي شار اصحاب كاملين وصناع تاريخ كاملين. المساله اللي شار لها الدكتور محمد اسحاق في قضيه الحسانيه، احنا نفتخر بحسانيتنا يا قرانا بعد عندي علن ان يغال فيها حتى خايف تعود مستوى شوي من احنا لغتنا لغه الرسميه ولغه العالمه هي اللغه العربيه. واحنا كنا احنا قرينا عن تاريخنا الثقافي، كانت تقرانا المتون، كانت تقرانا معظمها كانوا يقرانا بالعربيه. والشعر الفصيح اللي كان منبوذ فترة معينة لعله يتماس مع الغزل ومع الخمريات إلى آخره، إلين اللي فتحت المحضرة اعتمدت الشعر الفصيح لأنه من خلال الطلاب لا يفهموا أكثر من معضلات فقهية مكتوبة باللغة العربية. بس قضية موريتانيا أنا عندي علم كامل عاجز من التاريخ. الحضارة الرومانية جاءت سابقا الحضارة القرطاجية في شمال إفريقيا، وبنات حضارة ذات قيم، وجات القرن الثامن قبل ميلاد عيسى بن مريم، ومشات منتصف القرن الثاني قبل ميلاد. إذا معناها أنها طات 6 قرون من الزمن حكم شمال إفريقيا. هذه الحضارة حضارة عربية، حضارة جاية من بلاد كنعان، حضارة جاية من سطور الصيداء اللي امتدت لهم الحضارة اليونانية بقيادة الإسكندر المقدوني قبل القوارب وراكبوا في البحر الأبيض المتوسط وجاونا في شمال إفريقيا. إذا معناها جابوا لنا حضارة وجابوا لنا كتابة نغمة إدارية وكتابة الحرف العربي وتركوا أثر حضاري. إذا إحنا الحضارة القرطاجية عاد جزء من التاريخ. الحضارة الرومانية نفس الشيء، جاءت في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وأعطت فترة وجاءوا الوندال ورجعوا القرطاجيين، رجعوا معناها الرومان وتموا مستمرين لين جاء الفتح الإسلامي. إذا معناه أن هذا كله جزئية من تاريخنا. وكون احنا من سمانا موريتانيا وشن هي دلالة احنا حالا عندنا نفتخر موريتانيا، ولا مهم من سمانا ولا شن هي ظروف اللي سمينا فيها. المسألة الأخرى هي مسألة لله حقا هي قاعشن نسيتها. إذا معنا ان احنا أبدا عد 11 و25 وحاجة اللي قبير قلت لك لأن دوري في الوقت طبعا أكيد لا هو موضوع متشعب، ما زلنا عندنا هو موضوع متشعب وموضوع عنده قيمة كبيرة وعنده دلالة في ذاتيتنا وعنده إبراز قيمتنا الحضارية طبعا لا شك به. وطبعا نتم وجد الشكر دائما على أنه يعتبر كتابتنا تاريخنا بعد طبعا قراءتنا. أنا دائما أقول نحن نحتاج نقرأ التاريخ لكي نكتبه، بالتالي لا بد من قراءة للتاريخ. وطبعا الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية نتم دائما نستحضرها على أنها كانت ملمة بالقضايا المهمة في بناء سيكولوجية الإنسان الموريتاني. يعطيك العافية دكتور. سابق تشير أن أطرح لك سؤال دكتور، سابق تدخل تفضل. قلب الريشات هذا أنا قريت عنه كثيرا أنه حدث جيولوجي كبير أنه أثار انتباه الغرب. هذا إحنا قاع ياسمنا ما أعلم به. في واحد من الباحثين عندنا هناتي مشغل بالتاريخ القديم الموريتاني والآثار يرى هو على قارة أطلس أنها كانت أصلا هون في
شواطئ قارة أطلس، أطلس هاي اللي مضمورة إنها كانت قريب موريتانيا ولا قريب قاعد تعودية موريتانيا القديمة. هذا بعض الناس استطراد وتوف عقب متخصص في الآثار التاريخ بعض القديم، هو المحافظ عقب يعاوننا فيه. إذا أنا طبعا أتابع الحديث عن قضية المصادر والجمع والقراءة قبل ما نأتي إلى قضية الآثار، وهي عن هون مسألة مهمة وأساسية، وهي نسميها رفع الحصار عن المعلومة. يعني المعلومة كان عندها في موريتانيا جميع تخصصات، جميع الفترات. حين نتحدث عن ما قبل التاريخ الآثار، هون الحفريات وهون البعثات الأثرية العادة موجودة ما كانت موجودة، وتم التنقيب من القرن 18، تم عملية التنقيب في مختلف بلدان العالم، موريتانيا منها مؤخرا. كانت هناك بعثات علمية يعني شاركت في بعض منها، الأستاذ أيضا شارك في الكثير منها، في لكن هذه واللي هي أخرى عندها مشاكل، لأنها هون مناطق تم دراستها أثرية، وبعض المناطق تم المرور عليهم مرة الكرام، والبعض الآخر قال ما جاء حق. وهذه في حقيقة مشكلة بالنسبة للتعامل مع اللبنة الأولى لوضعي التاريخ أو كتاب التاريخ لموريتانيا حينما نتحدث عن ما قبل التاريخ، للمستويات بالتعامل مع الآثار لم تكن مستويات واحد، لم تكن على 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 على, على مستوى واحد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هون المصادر الأخرى، هذه المصادر اللي تم يسوى كان مكتوب أو كان شفهي تم رفع الحصار على بعض منها. البعض يعني كان عنده بعض من المعلومات، بعض من المصادر كان جاحدها، ما كان يبقى يعطيها ويغير عقب قدمها، بالتالي أصبحت في متناول الجميع، أصبح الباحث الجديد عادي قد يكتب شيء ما كان في متناوله، وما كانت عنده المصادر التي يمكنه من خلالها أن يكتب عن هذا الموضوع. لكن هون مسألة مهمة وأساسية في كتابة التاريخ، هي عنا قديمة وتم يعني درسنا الأساتذة في الجامعة من الأستاذ يزيد بيه عن التاريخ، عن لا يمكن أن يكون حدث تاريخي ونتعامل مع حدث تاريخي إلا بعد الصرام جيل كامل، يعني 40 سنة. قال لماذا؟ يقال خوفا من أن يفيض برجا الحروب بين الشعوب، يعني تكون حادثة يكون ما يقدر حد يكتب عنها، خايف لعل تؤدي إلى حرب والله إلى فتنة والله إلى مشكلة بين اثنين. حتى مولي في الوقت اللي تكتب عنه في الوقت في وقت حدوثها يمكن تكون الإنسان لا يعطيك المصدر، يعطيك المصدر ولا يعطيك المعلومة، يود هو عنده فيها تفكير، ما خايف على رواية معينة والله يدور مولي رواية معينة يكتسبها إياك يعطي المعلومة، إما يعطيها خاطئة وإما يعطيها صالحة. تالي صار مني تفوت 40 سنة، وذاك اللي كان معاصر للحدث وما تعنده فما يفقد الحساسية ولا تعنده فما تياها رواية إلهي خايف عليها ولا رواية مكتسب يدورها يدوره، وبالتالي عادي قد يقدم لك المعلومة. لكن في الوقت الحالي نحن في فترة مغايرة، احنا عندنا أصبحنا عندنا حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، ما خالك شيء ما عنده حقوق، تالي ما يقدر حد يكتب ما عنده معايير وعنده أدلة وبراهين ساطحة وقاطعة. يلا عود علموي. علموي، وبالتالي هو لأنه لما عاد علموي لا يعرض نفسه للمشاكل. وبالتالي هو أصبح ما تحدث عنه الأستاذ فيما يتعلق بالتاريخ التطبيقي أو الاستوار أبليكي، لأنه أصبح يقول بعض الباحثين أن التاريخ عاد قاعد يتكلم عنه قبل من أن تتراكم عليه الزمن، وبالتالي حيثيات عاد معيش. عاد معيش يمكن تكتبه معيش. في الواقع. لكن تكتبه لاك بذهنية واعية حتى أيضا مولي بعد أن تكون موضوعيا وتكون عندك المصادر والأدلة والبراهين القاطعة اللي تقدر تكتب بها. مدرسة الحوليات تعدل اللي قالوا التدقيق والنقد، لا بد من تدقيق ونقد في الرواية التاريخية. إذن هذا الجانب. الجانب الآخر يعني الآثار، نحن أقدم عندنا منطقة هون أثرية هي منطقة بالقرب من الزوالات، ترجع إلى 9000 سنة قبل الميلاد، يعني في أواخر العصر الحجري الحديث. يعني العصر الحجري الحديث معناها أنه الفترة اللي بدأ فيها يعني أصبح العصر الحجري يتراجع وأصبح يبدأ التاريخ، وهي الفترة اللي أصبح الإنسان يعرف فيها الزراعة. إنسان ما عاد يكتب التاريخ
يكون استقر استقر, استقر يعني استقر بعد ما اهتدى للزراعة وعاد يزرع وبالتالي استقر وكون قرى وكون مساكن وبالتالي عادي قد عادي قد يكتب قبل ما كان يقد ما كان يقد يكتب وهو اللي انتقلت منه حياته الى ما قبل التاريخ الى الى المنطقه هاي منين المنطقه بالقرب قرب من 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 تسمى, من تسمى بالقرب من الزوالات وهي الموجود فيها شنو بعض من الحبوب القديمه جدا ووطئه اثار وطئه فيل وبعض العظام اللي حيوانات قديمه كانت موجوده في تلك وهذا مو اللي لابد له في ما يخص بالاثار والحفريات لابد من ان يخضع الى مختبر انت احيانا تكون موجودين مختبراتهم لا في موريتانيا لكن يمشاو شور الخارج احيانا يمشى للشانتيون ولا يمشى الاثر الموجود يمشى منين تمت دراسته واحيانا ايضا نستعين بالجيولوجيين في الحفري من العلوم المساعده في الحفر في الحفري اي اثر تم العثور عليه مطابقا لطبقه ما يرجع الى فتره زمنيه عند الجيولوجيين وبالتالي يستعين بها المؤرخ ويستعين بها عالم الاثار لمعرفه الفتره الزمنيه التي يرجع يعود اليها هذا هذا هذه هذا الاثر له بالتالي فهذه التداخل بين التاريخ والعلوم الاخرى هو اللي طرقت له وهو اللي راجين عن تطرق له الموسوعه في انها ما تؤود الى كتابه حدث تاريخي وانما تتناول جميع ما يتعلق بعناصر الحياة في موريتانيا. قبل أن نتجاوز إلى متابعة المقابلة هذه منطقة العصابة بصفة عامة نظرا منطقة أنا قلت بعد من وقع منطقة جبلية بعد أنا شفت بعيني منطقة بعدة ملعلوك شفت كتابات في أغناتير رسوم مع قطع حجة يقدروا عدنا معلوم به والله ما أبلغ عنه الواملين تحاكي الكثير من الأساطير تعرف تعرف سيد المحافظ بحاكي الكثير من الاساطير من قلب واللي ما قد حد صدر هي قاع ما قد حد سوى خلق الواي ما نظلموا فيها ما نظلموا فيها الباحثين والباحث لا بد له من الآلية لا بد له من عنده الادوات اللي تمكنه من البحث لا نبهكم على اليوتيوب هو اللي كان اصلا احنا عندنا يعرف المحافظ عن في انطلاقا يعني انطلاقا من تعامل المعهد الموريتاني البحثي العلمي قديما مع شركات النفط نمشوا كخبراء في الاثار وبالتالي نمروا بالكثير من المواقع الاثريه اللي ما قط حد شافها ينبهوا عليها يعني طب نبهوا عليها نعطوا مواقع الجي بي اس ونعطوا حيثياتها ونجيبوا تقارير هاي بعد المعلومات راني اعطيتها لكم مريكاتي موجوده مره لي واحده سوقت لا ما ابدا نتابعوا هاي المقابله نخسر ننبه عليه ونقول عن التاريخ لو كان اللي ما ياتوا تشتد أخباره ما يعود جزء مع عقيدتنا اللي أنزل القرآن له فيه قصص من يراجع حد ياسين وراجع مواد أخرى وفيها من القصص هذه قضايا لو كانت اللي ما عنده أهمية ما يجي في القرآن ويعود جزء من معتقدنا وعقيدتنا ويعرض مادة تنطلق من واقعها وأنا في نظري والله قاعد مأكد عن التاريخ من يتعود مالنا متوافقين عليه كامل وتعود تاريخكم كاملين وقابلين ينكتب وراضين به يعود لا ما هو تاريخ به الفئات تاريخها تختلف عن تاريخ دولة هاي دولة ويعرفنا نجمع ونناقش ونشد أخبار تاريخنا وإحنا كل وأنا بعد ناصفكم بكم اللي ما قط عادة فهم منهجية علمية لا هي يخلق فيها نقاش علمي تعود الناس تقتنع به ويقرأ لها نعدلوا مسطرة قانونية اجتماعية متوافق عليها المجتمع الموريتاني ونناقشوها نجبروا بعد قاع احنا الين نناقشوا كلنا يناقش معاه اللي عنده الين يقتنع عبد الخالق مرده يعطي الناس تفهم عن التاريخ اللي منه ما هو زين عند الناس اللي كاتبين الفرنسيين والفرنسيين اللي كاتبين ما فرطوا فيهم شيء حتى يعطوا اشكال الوقيش ويعطوا المراحل بدقه والمراحل منشور كامل واسمحوا لنا نكتبوا تاريخنا بطريقه موضوعيه هذا اللي هو اللي قاعدين له هنا تي مبشروا الاستاذ ولا نتابعوا مقابله اخرى ياك نكسبوا الوقت. طول مقابلة موريتاني مليئه بالاحداث السياسيه والثقافيه وحتى البيئيه الجغرافيه. تاريخ زاخر بالعطاء المعرفي. تاريخ زاخر بالقيم الفروسيه. تاريخ زاخر بالمقاومه. وهي مربط الفرس المقاومة اللي استنتات بشكل قد يقولوا عنه من 1902 بشكل رسمي 1902
لين 1934 آخر هجوم، ما يزيد على 30 سنة من المقاومة الموريتانية المسلحة بالدرجة الأولى والثقافية بالدرجة الثانية والسياسية بالدرجة الثالثة. للأسف لم يكتب حتى الآن، لم يكتب كتابة موضوعية، كتابة علمية. هناك الرواية الفرنسية، والرواية الفرنسية طرف لا يمكن أن نعتمد عليها في كتابة التاريخ، والرواية الموريتانية يمكن أن نقول أنها أيضا ذاتية وتلمع بعض المقاومين على حساب الآخر. بالتالي إذا أردنا إعادة كتابة التاريخ الموريتاني وإعادة كتابة التاريخ المقاومة بشكل خاص، لابد أن نكون موضوعيين بحيث نجمع بين الرواية الفرنسية والرواية الموريتانية. هذا التاريخ العظيم، هذا التاريخ اللي سجلوا فيه أجدادنا، أجداد الموريتانيين كاملين، ملاحم بطولية وسجلت وكتبت بأحرف مذهب لا يمكن أن تضيع. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، تفضل دكتور. شكرا، بارك الله فيكم. استمرارا للنقاش اللي ما شاء الله ممتاز حول هذا الموضوع، ذكرت الأستاذة كلمة قيلت في سياق تاريخي معين، وكان يمكن إيجاد العذر لاستعمالها في تلك الفترة، والحمد لله تم تجاوزها. لكن خالق مصطلحات يستخدمها بعض الباحثين وبعض الكتاب، وهي اللي ما ظهر لي أنها في إطار تأسيسنا للوطنية الموريتانية. ما هي مؤسسة معرفية هي من نفس هذه المصطلحات؟ نقبل منها البلاد السائبة، المنكب البرزخي، البلاد السائبة والمنكب البرزخي، هذه ما هي مؤسسة معرفية. البلاد السائبة ما تنتمي لدى الحيز الجغرافي، مستوردة من الشمال، وكانت تعبر عن وجهة نظر سياسية السلطة مركزية، وفيه مجموعات قبلية متمردة عليها ما تعطي ما فيها المخزن، هي مرتبطة بالمخزن. بلاد السائبة مرتبطة بالمخزن، احنا ما قطعنا عندنا مخزن، يعني مدلول ايديولوجي، طبعا احنا ما قطعنا عندنا مخزن، وبالتالي ما عندنا بلاد سائبة. ثانيا، هذه الفترة اللي يقولونها يسموها هم الاسم القدحي، هي كانت اوج انتاجنا الفكري والمعرفي واوج ازدهارنا. ايش كيف ذاك هي تم استخدامها بعدها اللامعة طلوع نصارى، تم الترويج لها. احنا نصارى لما جاونا فينا سلطات موجودة، ولذلك اول رسالة مشاها كبولاني للجنوب اللي لها يدخل منه، قال لهم انا امير ندر وجاي له نعود امير على موريتاني. اذا ما قال لهم جاي بلاد سايبة، يعرف انهم عندهم مفهوم الامارة، وعندهم إمارة وعندهم سلطة. هو جاي قايل لهم أنه لا يعدل انقلاب على الأمير اللي قدامه ويعود هو أمير. هذا الاستخدام للبلاد السائبة لا يدخل كبولاني هون ويبدأ ينشر ثقافته وينشر الكلام اللي يخدمه، لا يبدأ استخدام الكلمة لتبرير الحكم المركزي اللي له المخزن الفرنسي، لتبرير المخزن الفرنسي. بالتاليات الباحثين يتم يستعملوا عبارات إيجابية من باب تأسيس الوطنية، حد يستخدم عبارات إيجابية من يتحدث عن بلده ويتحدث عن وطنه ويتحدث عن تاريخه. في الإطار أيضا شفته، هو كتابة التاريخ مهمة، يا غير مهم أيضا اللي قالوا تخليد المواقف التاريخية اللي عندنا أنت منخلدوها سنويا لياك نرتبط بها. وشفت هو الجانب الفولكلوري مهم في كل شيء، يربط الناس بذ، ولذلك الديانات مربوطة بالجانب الجمعي، فيه الحج كل سنة وفيه اجتماع في المسجد في الصلوات واجتماع الجمعة، إذن فيه شيء يجمع الناس. يارتنا تمون خلدوا ذي الأمور اللي في تاريخنا مهمة. إحنا مهمة عندنا الوحدة الوطنية، مهمة عندنا في خطابنا السياسي، مهمة عندنا في حياتنا الاجتماعية، مهمة عندنا في كل شيء. هذه الوحدة الوطنية فيه حدث تاريخي مهم، يارتنا تمون خلدوا، هو زواج الأمير التروزي من الأميرة الكورية جنبت، معروفة. هذا تاريخ الزواج يالتنا تمون خلدو، ونعتبروه يوم وطني يحتفلوا به الموريتاني، جابروا فيه عناصرهم وتوالدوا وعادوا أهل. بالمقابل المرأة قالوا أن هي كانت أول شيء تم تبادله، احنا قبلنا مرأة من الكوار، أعطينا المرأة في الشمال خناذة معروفة مكانتها في البلاط اللي شمال وتأثيرها فيه. خناذة يالتنا أيضا
نعطوه يوم نتمو في إطار المرأة الموريتانية الرائدة نتمو نخلدوا تاريخها نعرفوا أين توفات نتمو نحتفلوا به ونعطوا قيمته. هل التخريدات مهمة دكتور؟ كلمة نعم. تبادل النساء كلمة قد حية وأنا نحتاج عليه. أنت عندك مسألة أخرى قول دور المصاهرة دور المصاهرة توحيد الشعوب دور المصاهرة تعزيز الدبلوماسية. أنا ما قد يقول لي دكتورة كبيرة تبادل النساء وأنت مساكتة إذا معناني أنا رسالتي نضالية ما عدلتها. ما هو قصده؟ لا حني نفسر لك سحاق رواية كبيرة. وانت أكبر الله يطول عمرك. الله يحفظك. شفتي أننا نتكلم ضمن سياق تاريخي. لما نتكلم في التاريخ الاقتصادي وإذا تجدين أنت ما شاء الله خبرية في الاقتصاد ولما نتكلم عن التبادل حنين التاريخ الاقتصادي حنين لما التبادل ما في قدح. شفتي هو من المعلوم أنه كانت منين تقوم الحروب بين الدول القديمة وتلي يخلق بينها صلح يتبادل النساء تبادلهم ما هو قدح يتزاوجوا من بعضهم. وتعرف لأن الإسكندر المقدوني كان كل ما لما استطاع أنه يزيح الدولة الفارسية زوج قواده كاملين من الفارسيات لياك يخلق شكل من التمازج. وبالتالي التبادل هون ما فيه أي جانب قدحي. وأنا ما أقصد به جانب قدحي، أقصد هذا التبادل معنى المصاهرة. بدل أن تعطيني وأعطيك تعطيني الذهب هذا ما هو قدحي، تعطيني قيمة هذا ما هو قدحي، وبالتالي ما في أي جانب قدحي. مقصود أن إحنا عمل سياسي خناثة تمثل لنا رواية مهمة، وبالتالي يالتنا نحتفل بتاريخها ونهتم بتاريخها والمرأة الموريتانية تعتبرها قدوة وتهتم بها. خالق شيء قال له أيضا الاهتمام بشهدائنا، يالتنا نعدلوا يوم وطني الشهيد ونتموا نحتفلوا به كل سنة. وبتنا اقترحنا له 15 نوفمبر تاريخ نداء فخامة رئيس الجمهورية لكتابة التاريخ، ونوفمبر هو شهر المقاومة. هذا الشهداء اللي نحتفل بهم من هم اللي نحتفل بشهدائنا في المغرب الأقصى، واللي نحتفل بشهدائنا في الأندلس، واللي نحتفل بشهدائنا في المقاومة، واللي نحتفل بشهدائنا اللي سقطوا في زاحة الشرف في حرب الصحراء، واللي نحتفل بشهدائنا اللي اقتلهم الإرهاب. كل من ضحى وشهدائكم اللي انقبوا في الحرب العالمية الثانية اللي مشاو في الحرب العالمية استشهدوا في الحرب أحسنت الحرب العالمية الثانية، كل موريتاني سال دمه من أجل موريتاني يالت يعود عنده يوم وطني يتم الاحتفال به. المدن القديمة هذا المهرجان اللي عدى الفخامة رئيس الجمهورية قيمته كبيرة لأنها خالقة سلسلة من المدن على طريق القوافل. إحنا موجود فيها تاريخنا الثقافي وتاريخنا الاقتصادي. تيمبوكتو، تيشيت، ولاتة، شنقيط، ودان، توات ومراكش، هذا مرتبط بتاريخنا الثقافي وتاريخنا الاقتصادي. يقرأ كتاب فتح الشكور. لا أقصدك هنا فقط. نعم. وبالتالي طريق الحرير اللي متبارك معها الصين تبعثها من جديد وتعدل منها رواية. هذه طريق القوافل نبعثها إحنا. نحيوها، نحيو تاريخنا الثقافي بها ونحيو تاريخنا الاقتصادي بها ونظهر مركزيتنا في ذي المنطقة. مراكش بنيناها إحنا. يلا نعود وعارفينها. نعم طبعا بنينا المرابطين. المرابطين جدادنا احنا ذلي هوك احنا هم اللي معدلينه. يا الناس وتعرف هذا يخليني اسوي لك سؤال. نعم. ما نسول بما ست المحافظ غير لان عندنا يمشي عندك تقيس المحافظ يقول لك يقول لك المرابطون هم اللي بنوا مراكش. ونحن كنا نتابع كلنا تابعناهم مسلسل المرابطون تابعناه هنا دراما منتجت يعني كلفت الكثير تتحدث عن تاريخ المرابطين. وكان هناك مرور مر الكرام على الصحراء في الشمال. لماذا لا نهتم نحن بفننا وبدواتنا ننتج دراما وسينمات وخلي التاريخ طبعا. والله اللي تقول شو هو اللي كان يقول لك الدكتور دقيق قضية الرموز هي نوع من كتابة التاريخ طبعا. موسوعة اللي يقرأ وتركه في كلاسات والله يتبسط لهم يقرأها في كلاسات ويجبرها الباحث في المكتبة يالطة تجسد عبر رموز وعبر مواقف وأيام. بالفعل ألصق في ذهن المواطن العادي احتفال برمز تاريخي والله ثقافي. تسمح لي سيد المحافظ في هذا الإطار معركة الزلاقة معركة نحن حتى اجدادنا احنا مول معدلين معركه الزلاقه ويلا انتم نحتفلوا بها. ايوه هذه الرموز مولي بالفعل قطعا الرموز اساسيين في تجسيد التاريخ للمواطن
والغير المواطن غير المواطن زين هيك الغير المواطن منين يجيك زائر والله اللي نشوف وسائل الاعلام قاعد تنقل كم هي حد شاف رمز معين للتاريخ الموريتاني في مدينه نواكشوط والله مدينه سيدي بابي هذا جزء من كتابه التاريخ هذا زين حتى ايوه هاي الرموز رايالك بالمناسبه تقول تعود اسطوريه طبعا خارقين اساطير مجيده من علم التاريخ صحيح روميس وروميليس أسطورة صح نشأة اليد روما صح اسكندر المقدوني ذا ياس من اللي ينقال أنه أسطوري لا الإلياد والأوديسة اللي بعد جاءت وراها في حكم اليونان لا ليجاند لا ليجاند فونداتريس الأسطورة الأسطورة المؤسسة للدولة المرابطية راجل ثعبان نعم نعم وراه لك موجوده في اسم دول العالم الملاحم طبعا الملاحم اللي نقراه ونقراه في التاريخ الشفوي ياسم الاسطوري صح السيره الهلاليه صح وفطن مولي سيره محمد مبارك اللمتوني ياسر منه وسيره قول اسمه ليساتشيكي سامباغالاتشيك هذا كامل شيء منه اسطوري يقال مؤسس صح وفي الشمل حق نعم نعم وفي الشمل حق نعم لذلك هو لا جزء من التاريخ غير ينقح زين والله اللي انا بعد زين لا كيف دي اتلانتيس اللي كنت راك شاهد اخبارها شفت واحد كاتب توف باحث اتلانتيس دي القاره اللي مختفيه مختفيه والله قد جانا هون في المعهد باحث اغريقي يوناني وقدم لنا بحثه بحث كبير مشهور عندي عندي باللغه الإغريقية لا قد تستفاد منه هو قدموا لنا أعلن مقاييس قال هو بعلن أنه انطلق من كولون ديركيل كولون ديركيل أصلا شرط مقابل في البحر المتوسط مقابل طنجة قال هو من كولون ديركيل أنه موجودين بليتول في مقابل تونس الحالية وبعدين هذا اللي كولون ديركيل دورك تفهم شوي عميدة هرقل ايوه عميدة هرقل مور انه هم باليز وهم الشارع بيلي مذكور في بلين لانسيان وفي سترابون على انهم منهم ينطلق حد من كولون ديركيل ويقطع ما هو كذا من التراب ويقطع ما هو كذا من المياه الضحله وكذا يجي له هي قال هو بن لي كولون ديركيل انه موجودين شرط تونس الحاليه وبانه لين يقطع كذا من التراب ويقطع كذا من مياه الضحله بانه يوصل بالفعل لقلب الريشات. رانا احنا محولين بيه. وذي المرده اسطوره احنا بعد ما احنا محولين بيه. موجبون اسطوره قضيه محمد قضيه المواملين هو بالفعل كيف قال لك دكتور ما خالق مسح حقيقي شامل للاثار ولا المخطوطات افطن راهو مخطوطات ما معرفه ضربه. والله اي مع فم بنك معلومات فم تراث شفوي ما قد المعهد صعب صعب يسجلوا صعب صعب ما حد الدنيا خارقه لا يتم درك اكتشافات خارقه غير بعد المواملين جاء دكتور محمد الختار وانشر عنها مقال مشهور لزاني كترافون ديزويت عن ما كنت هون عن مسيد جبرو فوق ظهر الكدية يقول في مقال مسيد ذاك المسيد عنده منبر متوجه توجه مرتبط اساسا بسكت اباضي في رفات يقول كيف مصلى نداش الاول كيف مصلى نداش الاول كانت هون الاباضيه طبعا طبعا يا غير فم اللي صار في المواملين وفطن في قنديقه اللي يقول لك في المعروق منطقه منها ينقل لمقيمه كانت كامله في اثار جيولوجيه عجيبه وفادره فم تشور في الفترة الفاصلة بين اندثار حضارة الشيت العصر الحجري الحديث وبداية الدولة غانا خارج مجموعات قالوا قنقارة بناو تشور تشور معلقين تشور بيرشي معلقين في الكتاب ما يقدروا يتناو تحت بيد تحت كان فيه الماء وكانوا فيه الحيوانات المفترسة حتى انهم مزارعهم هذه شتانا بعيني وشافها محمد الختار ملي كزميل اشتغل فترة ما قبل التاريخ في تقانت وفطن في العصابة ما كانوا يحرثوا تحت بهم تحت فيها لا الماء الحيوان يدفرشوا منطقة يقادوا منطقة لفوق ويحرثوا فيه
هذا فترة الحريثة اللي ذكر لكم الدكتور بأنها بدأت لا نقولوا قاعد ساعة ثلاثة. تعرف على الدكتور أنا مزارنا إلا سبع دقائق. لا نكمل لك الفكرة. أنا قاعد ماني معجلك إلا مذكركم. ساعة ثلاثة سنة. عندنا الطلاب ما زلنا والله. قال لك الدكتور على أنها 9000 سنة نبدأ فيها بالفعل التقري. قال سابق التقري بالفعل. موريتانيا كانوا فيها حضارة لمدة 100,000 سنة. البيض هذا اللي 40 كيل ساحل أطهر ساحل ودان ودان البيض 250 أطهر أجبارنا فيه كتف وقندوز بشر له 300,000 سنة وحداها أدوات حجرية من عصر الحجري القديم الأسفل حجر عصر الحجري القديم الأسفل موجب أن الأثار في موريتانيا ممتدة لديك الفترة محمد أحمد خليل شو قبل طول العنصر شوي نقول لأن قضية كلمة تبادل النساء اللي قال الدكتور أني أنا بعد اللي متخصصة في التاريخ خاصة التاريخ الثقافي مهتمة بتاريخ المنطقة أني ما قد طلعت عليها مكتوبة كلمة تبادل نهائيا يقير تبادل الملح وتبادل الصمغ وتبادل الأقمشة المشرقية يقير لين الحق القضية العليات ينقال المصاهرة وعلى الرغم على ان المؤرخين وبعد في نوع من الزواج يعني قالوا زواج الشغار ما هو بايع هذاك واحد وياك مصالحات فقهيه واحنا ما انا داخلين حنيني حنيني يا قير حنيني حنيني قضيه التبادل قضيه التبادل على الرغم من المؤرخين الاقدمين ما ينواف قضيه المراه شيء كامل لا يهين به المراه ما يخبطوا شيء يا قير يتكلموا عن خنازه متبكر تكلموا عن زواج تكلموا عنها كانت امراه قويه وكانت حاضره وكان بلاطها مفتوحا للمخبتي حجاج هذا ما يقصد الدكتور باقي لنا خمس دقائق الشيء الذي تأثر به بعض علماء المنطقة بالأدب الأدبي لأنه كان حنين هذا قيمة كبيرة مضافة وكذلك جنبت مملكة وال زواج مملكة تلز إذا معناها كانت تقوم المصاهرة في السفارة قيام يشيدوا به المؤرخين نختار فقط نذكر قضية الرمزية اللي قال المحافظ ورمزية أساسية الدول ما كان عندهم تاريخ كانت تستخدم الأسطورة لكي تبني عليه تصور تاريخ قضية عقبة بن نافع الفهري رمزناها احنا قلنا انه جل ولاة ما يثبت فم شيء لانه تجاوز منطقة سوس نهائيا بيلي وبعد قال انه قفل الحاج البحر وقال لو كنت تعلمون وراء هذا البحر اذا قاعد يعود بحر ناقشه افديل بحر هون قضيته ولا قضية على انه عقبته حقق قدر الانتصارات العسكرية وبالتالي عاد رمز في المنطقة واسطرته وعاد كل منطقة تحاول بأنها تستأثر ب أنا نختار كنت قال ينقطعها قال بعد لا يجي لا حكما خليت لك به اللي قضية الاحتجاج اللي قالت هي في تبادل النساء نحن في المجتمع الموريتاني هاي المكونات الموجودة هون في المجتمع الموريتاني وهذا بعد التاريخ عندنا ياكن برا الباطل اللي نقول وبعد عدلونا بعد ختامهم يسكم هي والله إن نحن إن حد يعدل التاريخ ما يجرد من العقد الاجتماعي ياك باطل ودنا برا اللي نقول وبالتالي احتجاج المكونات هون في المجتمع الموريتاني أطلع عنها مغبونة وهاي كلمة غبن بين قوسين اللي دائما الناس تناولها ما هي بعد القبن السياسي وإنما القبن التاريخي لأنها ما تم تناول تاريخها بشكل مفصل وإنما تم دمجها فقط كتابة عالي مكونات أخرى وهذا في إطار الاحتجاج يغير نختار نختم بتعقيب قال الدكتور إسحاق وهو عن هذه التسميات الأرض السائبة المركب البرسخي المركب البرسخي وهذه التسميات لا أحد يطرحها في إطارها ذيك الساعة وتوف خليها في إطارها لهنا شوف خطة لهنا قبل نرجع لكم كلكم نعطيها 30 ثانية ولا 40 ثانية قال خلونا نقبوا مقابلتين من طلاب قسم التاريخ من الجامعة كتابة التاريخ لا شك أن إعادة كتابة التاريخ مهمة لأن التاريخ الموريتاني اهتم بالحدث دون أن يهتم بسبب الحدث أو بالنتيجة التي نتجت عن الحدث وهو تاريخ وقائعي سردي كما قال أكثرية الكتاب الموريتانيين وشرائح التي أهملت في كتابة التاريخ إعادة التاريخ ستمكن كتابة التاريخ ستمكنها من أن يشملها ما سيكتب من التاريخ وترى ذاتها فيه أنوه على أن التاريخ الموريتاني معظم مصادره متشتتة ومتفرقة حتى داخل الأسر لأن كل أسرة تحتفظ بمكتبته الخاصة لذلك أطلب من القائمين على هذا أن يقوموا في أبادي الأمن بجمع ما تشتت منه داخل المكتبات الأهلية والمكتبات الأسرية
شكرا شكرا مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد، وشكرا لطلاب قسم التاريخ من جامعه مشروط العصريه. نعتذر عن بقيه المقابلات حتى لا تتشتتوا لي افكاركم انتم، وعاد الحلقه لا يتوفى ما تتقاد، باقي لي 3 دقائق حتى نعطيها لكم انتم تختمون بها، ومعتذر لهم هم عنا ما قدرنا نوقفوا نختم انا اللي كان عندي الكلام. اي نعم قبل نجيك كلكم دارك دقيقه، باقي لنا 4 دقائق كلكم ينطوا دقيقه. تفضل استاذ. شكرا. أنا في الختام أجدد الشكر لوزارة الثقافة على هذا المشروع اللي الكبير الوطني اللي أطلقته، ونزيد نأكد أن الهدف من هذا كامل هو بناء الشخصية الموريتانية المتميزة اللي معتزة بتاريخها واللي لا يتقدم تاريخها للعالم الناصع بمواقفه الناصعة دائما، وبإسهامها إسهام الإنسان الموريتاني عبر الأجيال في بناء الحضارة والثقافة العالمية. تفضل. ما عندي شيء زايد يكون بعد الدكتور لا شكر على واجبي. جازكم خير. هو مشروعكم كامل، وزارة الثقافة قائمة عليه إداريا، يا غير أنتم كاملين بإذن الله تعالى تشاركوا فيه به اللي يعنيكم كاملين، ويعني المواطن مولي رانكم شتوا المواطنين كاملين مهتمين بهم متباركين معه يسولوا عنه، ويجب أن نجيبوا كاملين أحسن ما لدينا، الأفضل ما عندنا، ننجزوا وثيقة مضبوطة تشرف هذا البلد وتشرف تاريخه، ويشبر فيها المواطن أيا كان ذاته وتاريخه وتاريخ منطقته وتاريخ المرتبط به. وزارة الثقافة والصناعة التقليدية العلاقات مع البرلمان في الفترة الأخيرة قامت بياس من المشاريع من أجل حماية الهوية الثقافية لهذا البلد. تعودوا شتونا ذي الأيام شادين أخبار مشروع قانون للتراث الثقافي، ما هو وحده معاه عدة مشاريع فيها تسجيل ياس المواقع التراثية وفيها إنشاء مهرجانات نوافي. الهدف منه شنو؟ هدف هو والتاريخ، الهدف منه شنو؟ هدفه أن ذي الهوية الثقافية اللي عندنا إذا نجبرنا فرصة سياسية سامحنا بها وعاطي ودورها منا نعدله. في الختام نجد شكر رئيس الجمهورية على أمره بكتابة التاريخ، ونجد أيضا شكر وزارة الثقافة على اهتمامه بالموضوع وتسيير هلو، ونتمنى وشاكرين القناة الموريتانية اهتمامها بالموضوع، ونجدد طبعا اهتمام الموضوع. وفقط نقول ملاحظة على تجربتي في تدريس تاريخ للطلاب من مختلف مراحلهم من جامعة مشروط إلى ماستر وإشراف على رسائلهم، على أنهم عندهم اهتمام كبير وتوق كبير بتسيير مرحلات بحثية للطلاب. أشكر ولي التلفزيون من خلالكم، أشكر وزارة الثقافة، والرشاية أن يكون هناك تعاون معها مع الوزارة الأخرى الوصية العلمية. لا أخيرا رشاية أن يكون طبعا تكون هذا المشروع وهذه الموسوعة التي تنصف المكونات الأخرى وتجد ذاتها. ما يحتاج تنصف إن شاء الله. مشاهدي الكرام، ها قد وصلت هذه الحلقة إلى نهايتها. كان معنا فيها ضيفا علينا دكتور محمد إسحاق الكنتي، شكرا لك. كان معنا كذلك فيها محافظ التراث الدكتور نامي محمد صالحي، أياك الله، شكرا لك. كان معنا كذلك فيها دكتورة أربع عمار أستاذ تاريخ بجامعة مشروط العصرية، شكرا لك. وكذلك كانت يا أيها الذين لا تنسي، كان معنا كذلك فيها الدكتور بتار العربي أستاذ التاريخ ورئيس قسم ماستر تاريخ في جامعة مشروط العصرية، شكرا لك. شكرا لكم كذلك مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخلد اليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار للذهب نسعى، الرياضة والملكية الفكرية. عملية الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي التكميلي تتواصل في عموم التراب الوطني.
اختتام اشغال الورش الخاصه بالحد من المخاطر والكوارث المرتبطه بتغيرات المناخيه في منطقه الساحل. اهلا بكم في تفاصيل نشرة منتصف الليل من الموريتانية، ونبداها ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئته الى صاحب الفخامة السيد فورد نياسينغيبي رئيس جمهورية توغو بمناسبة احتفال بلاده بعيده الوطني. واكد رئيس الجمهورية لرئيس توغو عزم بلادنا القوي على العمل من اجل ان تنمو وتتعزز باطراد علاقات الاخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين. كما وجه رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى صاحب الفخامة السيد سيريل راموفوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة احتفال بلاده بعيده الوطني. وجدد رئيس الجمهورية لنظيره الجنوب إفريقي حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين ما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين. ووجه رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز كذلك برقية تهنئة إلى صاحب الفخامة السيد جوليوس ماديبيو رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة احتفال جمهورية سيراليون بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية للرئيس السيراليوني حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين. وبعث رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ويليام ألكسندر